بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة قبل بس ما أتكلم مع حضراتكم على أي شيء، إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 8:00 يحتفل النادي الأهلي بالنجمة 10 اللي هتتحط على كل ما يخص النادي الأهلي. إن شاء الله احتفالية كبيرة جدا جدا، واحتفالية إن شاء الله تكون مبهرة جدا جدا. و طبعا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي سوف يتم نقل هذه الاحتفالية حصريا على قناة النادي الأهلي إن شاء الله يوم الثلاث الساعة 8:00. عاملين لحضراتكم إن شاء الله يوم الثلاث حاجة رائعة جدا جدا. طبعا النادي الأهلي يستحق مننا كل شيء حلو. النادي الأهلي خلال الفترة السابقة بطولات كثيرة جدا جدا وأمور كثيرة جدا جدا حدثت خلال الموسم اللي فات، وبالتالي يجب أن نحتفل أو يجب أن يحتفل جمهور النادي الأهلي بالنجمة 10 وبكل أبطال الفرق اللي كسبت أي بطولة الحقيقة خلال الفترة السابقة، لأنه كل اللي بنشوفه خلال الأيام اللي فاتت دي هو موضوع أن هناك بعض الأندية الأخرى اللي بتكسب بطولات، من حقها أن هي تحتفل ومن حقها أن هي تفرح. ده شيء طبيعي جدا لان احنا بنعمل كده، النادي الاهلي بيعمل كده، بس احنا بنعمل كده كل شهر او شهرين. وزي ما شرحت لحضراتكم خلال الاشهر السابقه ان دايما لما بنيجي نتكلم احنا بنتكلم من خلال ارقام واحصائيات، ما بنتكلمش لمجرد ان احنا طالعين نستعطف الناس او علشان احنا نضحك على بعض الناس، وده مش حقيقي، لان جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي جدا 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 جدا. والدليل ان جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي و ليس جمهور سمع وطاعة كما قيل قبل كده، حاجة بسيطة جدا. والحاجة دي استوقفتني زي ما استوقفت ناس كتير. الحاجة البسيطة دي عشان تعرف بس الفارق ما بين جمهور النادي الأهلي وأي جمهور آخر، لازم تبص للي أنا هقوله لحضرتك دلوقتي. الموضوع أبسط مما تتخيل، هي حاجة غريبة لما تقعد تفكر كده. أحمد الأحمر نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر لكرة اليد، أحمد الأحمر كسب النادي الأهلي من يومين في بطولة السوبر الإفريقي. إحنا كنادي أهلي عندنا أخطاء، ولكن لما هتبص على الجانب الإيجابي هتكلم مع حضراتكم فيه، ولكن أنا اللي يهمني ليه جمهور النادي الأهلي هو جمهور واعي وعارف حقيقة كل حاجة وعارف حقيقة كل حاجة. هوضح لحضراتكم بمقارنة بسيطة ما بين اتنين في نادي الزمالك واتنين كبار جدا جدا، واحد في نادي الاهلي واحد في نادي الزمالك برضه. فحضرتك لما تيجي تفكر كده، هو ليه احمد الاحمر على الرغم من ان هو له يد كبيره جدا جدا في هزيمه النادي الاهلي اول امبارح في بطوله السوبر الافريقي، ليه كل جمهور النادي الاهلي، او مش هقول كل الجمهور، ولكن خلينا اقول ان 90 او 95% من جمهور النادي الاهلي بيحترم احمد الاحمر، بيحترموه ليه؟ هل لأن جمهور النادي الأهلي جمهور ما بيعرفش يفكر مثلا؟ لا بالعكس، بالعكس. ليه جمهور الأهلي بيحترم أحمد الأحمر وما بيحترمش حد تاني أو ما بيحبش حد تاني؟ بيحترم أحمد الأحمر لأن أحمد الأحمر بيكسب النادي الأهلي ولكن بيحتفل مع فريقه بشكل مميز، بيحتفل مع فريقه ومع جمهوره بشكل رائع ومحترم ومحترم، ما بيمسش أي جمهور آخر. كل تصريحاته الصحفية لما بيطلع يتكلم هو بيطلع يتكلم إن الفريقين مثلا في مباراة السوبر الأخيرة قال إن الفريقين يستحقوا إن هم يكسبوا، ولكن إحنا كسبنا نادي الزمالك، يعني هو قال كده، إحنا كسبنا عشان فارق الخبرة. فده واحد يجب أن تحترمه، جمهور النادي الأهلي. هل حضراتكم شفتوا حد من جمهور النادي الأهلي طالع يتكلم على احمد الاحمر مثلا؟ الا في الكره بتاعه الفاول دي مثلا، لان دي هنتكلم عليها بعدين، لكن انا بتكلم عليه كشخص وكنجم في نادي الزمالك المنافس الكبير والتقليدي للنادي الاهلي في كل شيء، في كل الالعاب، في كل الالعاب، على الرغم من الفرق الكبير في كل الالعاب برضو، ولكن انا بتكلم على شخص. احمد الاحمر طلع واتكلم وفرح مع زمايله ورقص وعمل كل حاجه، حقه، ما عنديش أي مشكلة، لأنه عايز يفرح ويتبسط، خد كسب النادي الأهلي وكسب السوبر الإفريقي وراح كأس عالم، فعايز يتبسط، فاتبسط مع ناسه واتبسط وتصور مع ده وتصور مع ده. ولكن
عندما كان يتكلم عن النادي الأهلي أو عندما يتكلم عن النادي الأهلي، شوفوا بيتكلم إزاي. بيتكلم بمنتهى الاحترام وبمنتهى الحب، راح سلم على اللاعبين كلهم قبل المباراة وبعد المباراة، راح سلم على المدير الفني الكابتن طارق محروس قبل المباراة وبعد المباراة. على الجانب الآخر هناك نجم كما يسميه جمهور نادي الزمالك، بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجة في حياته غير ان هو يستفز جمهور النادي الأهلي بس، يستفز جمهور النادي الأهلي بس، بيعملش حاجة تانية. على الرغم من ان انا ما عنديش مشكلة، انا اخطأت، وده قاله كابتن سيد عبد الحفيظ، وده قاله كابتن حسين الشحات امبارح في احد البرامج اعتقد مع كريم حسن شحاتة، اتكلم في هذا الامر وقال احنا اخطأنا كلاعيبة، انا معترف بخطئي كلاعب او كمدير فني او كإدارة او كذا او كذا، ولكن في نفس الوقت من حق حضرتك انت كنادي الزمالك كسبت الدوري ان انت تحتفل وتتبسط وتعمل كل حاجة، ولكن ابعد عن النادي الأهلي، ما تتكلمش عن النادي الأهلي، ما تتكلمش عن جمهور النادي الأهلي. هو ده الفرق بالمناسبة، هو ده الفرق الكبير بين أحمد الأحمر واحترام جمهور النادي الأهلي لهذا النجم والأسطورة في عالم كرة اليد، وعلى الجانب الآخر حد بيحاول إن هو يطلع ويستعطف محدش هيبص له. محدش هيبص له ليه؟ لأنه إحنا كلنا عارفين إن هناك مقدار كبير من الاحترام ما بين جمهور النادي الأهلي تحديدا، وأنا هنا هتكلم عن جمهور النادي الأهلي، ما بين جمهور النادي الأهلي وأي حد محترم في أي نادي آخر. محترم وبيكسب النادي الأهلي ما عندناش مشكلة، ولكن بيحترم جمهور النادي الأهلي، وبيحترم بطولات النادي الأهلي، وبيحترم فريق النادي الأهلي. هو ده الفارق الكبير جدا جدا ما بين مثل او مثال زي كابتن احمد الاحمر وزي اي حد تاني في النادي الزمالك في كرة القدم، او زي حد تاني زي شيكابالا تحديدا. هو ليه احنا او جمهور النادي الاهلي حضرتك بتقول ان هم بيطلعوا يقولوا ويعملوا هم بيطلعوا يقولوا ويعملوا كده من غير اي حاجة خالص، من غير ما حد يقول اي حاجة؟ لا طبعا. وإذا حطيت النادي الأهلي في مقارنة مع أي نادي، مش مع نادي الزمالك، مع أي نادي في مصر أو في أفريقيا أو في العالم العربي، في أي حاجة تخص أي مقارنات، هتجد إن النادي الأهلي هو اللي بيكسب كل هذه المقارنات. لو نحب إن احنا نتكلم عن المقارنات اللي أنا هفتكرها كده يعني وأنا بتكلم مع حضراتكم، لما تيجي وما بين الأهلي والزمالك، لما تيجي مثلا أنا كنت ممكن أطلع بتشيرت لونه احمر واكتب عليه 42 13 مثلا يعني، او 10 5، كل ارقامنا قد الارقام من نادي الزمالك اللي هو اللي بعدنا على طول بكتير، ارقامنا فرقه كتير جدا جدا عن نادي الزمالك. كاس عالم الانديه 7-0 منهم 2 برونز، كاس عالم للانديه 7-0 منهم 2 برونز، سوبر الافريقي، كل حاجه. وانا معدي انا بس الحاجات اللي انا بفتكرها وانا بتكلم مع حضراتكم. لكن هل لا يحترم جمهور النادي الاهلي احمد الاحمر؟ جمهور النادي الاهلي، وانا الحقيقه من بعد مباراه السوبر الافريقي وحتى الان بحاول كل ما اشوف حد اتكلم معاه عن احمد الاحمر يقول لي انا بحترمه وعارف ان هو اللي له يد كبيره في ان النادي الاهلي يتغلب، ولكن احنا كلنا كجمهور النادي الاهلي، اتكلمت مع ناس كبار وناس واعيه وناس وشباب صغيرين، واتكلمت مع ناس كتيره جدا الفتره اللي فاتت عشان انا الموضوع ده استوقفني. اللي انا بقوله ده اكبر دليل على وعي جمهور النادي الاهلي، مش على حاجه تانية، على وعي جمهور النادي الاهلي بالشيء الكويس. فالحقيقه أمور كتيرة جدا جدا لما الواحد يقعد ويفكر بيلاقي نفسه الموضوع مش محتاج إن أنا أرد على حد. الموضوع مش محتاج إن أنا أرد على حد، ولا محتاج إن أنا أتكلم على حد، لأن الموضوع رادد على نفسه. هو يمكن محتاجين تذكرة بس في هذا الأمر. دايما شوف الفارق، دايما شوف الفارق ما بين، بقول لحضراتكم إيه، هو حازم إمام نجم نادي الزمالك وكابتن نادي الزمالك الكبير حازم امام الكبير عضو مجلس النواب والمحلل في قنوات اون، حد من جمهور النادي الاهلي لا يحترم حازم امام؟ حد من جمهور الاهلي
لما بيشوف حازم امام ما بيسلمش عليه، حازم امام الكبير طبعا ما بيسلمش عليه. ليه؟ لان جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي وصادق في حبه، صادق في حبه لاي حد او احترامه لاي حد، لاي حد طبعا، للاعيبته والنجومه والاساطيره ده حاجه تانية، لكن انا بتكلم حتى على الانديه المنافسه. لكن جمهور الاهلي هو جمهور الاهلي ما عندوش مشكله ان هو يحترم كل الناس، وده اللي احنا بنشوفه في كل حته. انا وغيري 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 مشينا من النادي الاهلي ورحنا انديه اخرى، وكنا بنلاقي النادي الاهلي لما بنكسب، ساعتها انا كنت مثلا بلعب في حرس الحدود، لما اكسب النادي الاهلي اول حد يسقف لي هو جمهور النادي الاهلي، لان حرس الحدود في الوقت ده كان يستحق ان هو يكسب، وانا اسف ان انا بجيب مثل فيا، ولكن هو ده الوعي، هو ده الاسلوب. طيب اشهر لقطه في تاريخ كره القدم المصريه، الاسطوره محمود الخطيب والاسطوره حسن شحاته واخدين ايد بعض ورايحين للجمهورين، رايحين يحيوا الجمهورين، هي يعني لقطه، اشهر لقطه في كره القدم المصريه اللقطه دي. حد طيب، انا مش هقول طبعا الكابتن خطيب علشان ما اقولكش انت اصل قناه الاهلي وبتتكلم على كابتن خطيب، مع ان حقي يعني، بس ده اسطوره كبيره وحقي ان انا اتكلم عنه. لكن هل جمهور الزمالك مثلا ما بيحبش كابتن خطيب او ما بيحترمش كابتن خطيب؟ بالعكس. كل، وعلى فكره انا بقالي يومين ما بعملش حاجه غير ان انا بسال كل اللي حواليا، يعني طبعا اللي اقدر اسالهم في هذه النقاط، وفي منهم مشجعين متعصبين لنادي الزمالك بيقولوا محمود الخطيب ده في حته تانية، ما حدش يقدر يتكلم عنه وعن احترامه وعن ادبه وعن اخلاقه. وفي نفس الجانب بسال جمهور الاهلي على حسن شحاته، قالوا لي ده حسن شحاته ده بعيدا عن ان هو مدير فني كبير وكل حاجه، ولكن انا بتكلم على فترة ما كان بيلعب. قالوا لي حسن شحاتة ده في حتة تانية، كلنا بنحترمه وكلنا بنحبه. أحمد الأحمر نفس الكلام، اشمعنى أنت؟ اشمعنى شخص أو شخصين أو حد اتنين تلاتة بيلعبوا في كرة القدم، بيلعبوا كرة قدم في نادي الزمالك، ليه؟ اشمعنى هما؟ بص حضرتك اللقطة دي. دي لقطة محترمة، لقطة محترمة من ما بين الكابتن طارق محروس مدير فني النادي الاهلي اللي كسب او اللي اتغلب في مباراه نادي الزمالك في السوبر الافريقي مع نجم كبير زي كابتن احمد الاحمر. فالحقيقه انا دايما مندهش ودايما ببقى بقعد افكر كتير في مثل هذه الامور، ليه الناس بتحترم احمد الاحمر؟ ليه الناس بتحترم؟ ليه جمهور الاهلي بيحترم احمد الاحمر؟ ليه جمهور الاهلي بيحترم حسن شحاته مع حفظ الالقاب طبعا؟ ليه كابتن، ليه جمهور الاهلي بيحترم حازم امام الكبير؟ اهي اللقطه دي، هي اللقطه دي اللي انا بتكلم عنها. اسطورتين في عالم كره القدم، كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاته، الناس كلها بتحبهم والناس كلها بتحييهم، الاهلاويه والزملكاويه. لكن اشمعنا الكم حد اللي انا بتكلم على مع حضراتكم عليهم دول، اشمعنا دول؟ لان هم بيعملوا حاجه ما بتحصلش. افرح واتبسط، ما حدش قال لك ما تفرحش، افرح واتبسط وارقص وهات الكاس من فوق وهات الكاس من تحت ونزله تحت وطلعه فوق واعمل كل اللي انت عايزه، ما حدش هيزعل. ما حدش هيزعل لان احنا عملنا كده كتير. بس احنا بطريقتنا وباسلوبنا وبشاكتنا جوه استوديو، احنا لما جبنا الكاس العشره دخلت انا بيه ورقصت وفرحت اتبسطت، مبسوط ان النادي الاهلي كسب، مش مبسوط ان نادي اخر اتغلب او ما خدش البطوله، انا مبسوط ان انا كسبت. مفيش لعيب من الاهلي طلع على 10 5 مثلا. حاجات غريبه جدا بنشوفها. وبعدين ايه؟ لو جه جمهور النادي الاهلي يقول لك اصل هو جمهور النادي الاهلي اتكلم يعني ولا حاجه، يقول لك جمهور، لا مش جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اهو بيشوف احمد كابتن احمد الاحمر في كل حته وبيسقف له، بيقول له انت راجل محترم، احنا عايزينك تبطل عشان احنا نكسب، لان هو كويس شغال راجل محترم بيحترم فريقه، بيحترم الفرق الاخرى، بيحترم الفرق الكبيره، بيحترم بطولات النادي الاهلي، بيحترم جمهور النادي الاهلي، عارف ان هو مسؤول عن الكلمه اللي لما يطلع قدام الكاميرات مسؤول عن كلمه، لانه كابتن فريق واسطوره كبيره احمد الاحمر ده، كابتن احمد الاحمر طبعا. فعارف ان هو لما هيقول حاجه ممكن تؤثر في قطاع كبير. فلما جه اتكلم بعد المباراه قال لك
النادي الاهلي كان يستحق ان يفوز ونادي الزمالك كان يستحق ان يفوز، ولكن خبره نادي الزمالك راجل بيتكلم بمنتهى الاحترام ومنتهى الادب وفرح مع فريقه ورقص، ومحدش قال عليه ان هو زعلانين منه، جمهور الاهلي زعلان منه، بالعكس بالعكس المحترم بيفرض احترامه على الجميع على الجميع، ولان جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي وعارف كويس جدا 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 ايه اللي بيحصل، وعارف كويس جدا جدا ان ما حدش بيستفزه، بيحتفل مع نفسه وبيفرح مع نفسه وكل حاجه مع نفسه، فما عنديش مشكله ان انا اسقف له واقول له مبروك وان شاء الله هكسبك المره الجايه لان انا عندي اخطاء وهصلحها. هو ده الفارق. الحقيقه الموضوع ده استوقفني جدا جدا خلال الفتره السابقه او بعد مباراه السوبر الافريقي، لانه كان موضوع شائك وفي نفس الوقت هو شارح وموضح للامر بكل معانيه اللي احنا كنا بنتكلم فيه كله الفتره اللي فاتت. ما هو بيحصل مع احمد الاحمر وحصل مع حازم امام وحصل مع حسن شحاته وحصل مع محمود الخطيب من جانب نادي جمهور نادي الزمالك. ليه؟ لان هناك احترام متبادل ما بين الجميع، وده اللي نفسنا يسود خلال الفتره اللي جايه، وده اللي احنا بننده بيه خلال الفتره اللي جايه او بننادي بيه خلال الفتره اللي جايه. عايزين نتفرج على كره قدم، عايزين نتبسط بكره قدم، مش عايزين نقعد نخبط في بعض ونعمل في بعض. الحاجات المناوشات البسيطه دي بنشوفها وبتحصل كتير وما عندناش مشكله، حاجات بسيطه، لكن ان هي تصل لمرحله ان احنا نقعد نشتم في بعض ونعمل في بعض، ده كلام انا وجهه نظري ان هو مش مبادئ ومش اخلاق النادي الاهلي، مش مبادئ ومش اخلاق النادي الاهلي. ولكن اي حد هيتكلم هنرد عليه، اي حد هيتكلم هنقول واحد واثنين وثلاثه. سهل جدا ان انا اطلع بتيشيرت النهارده، كنت جبت معايا تيشيرت احمر وكتبت عليه 42-13 وكنت هاخد لقطه والناس هتقعد تسقف لي وتعمل لي وبتاع، ولكن لا، احنا النادي الاهلي، مش احنا النادي الاهلي اكبر من كده بكتير جدا، اكبر من كده بكتير بجد. مش يعني اللي انا بشوفه النادي الاهلي يوم الثلاث عامل احتفاليه كبرى، احتفاليه علشان يضع النجمه العشره. اللي انا بسمعه والضيوف اللي جايه والاخراج والشغل اللي هيتعمل ان شاء الله يوم الثلاث، هتتفرجوا على حاجه ان شاء الله رائعه جدا 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 ان شاء الله. يعني الحاجات دي بتخليني انا احس بفخر وباحترام وايه ده، ايه النادي الاهلي الحاجه الجميله دي. والناس كابتن خطيب ومجلس ادارته وعدوا ان هم يعملوا حفله علشان اللاعبين لانهم يستحقوا، قال لك خلاص يوم الثلاث على الرغم من ضيق الوقت وكل حاجه، ولكن الكل بيشتغل كخليه نحل عشان تظهر لحضراتكم، لان احنا عارفين ان جمهور، وانا ناس كتيره طلبتني من خلال المسجز وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي طلبوني ان هم عايزين يعملوا حفله للاعيبه الاهلي لانهم يستحقوا. ست بطولات، خمس بطولات وبرونزيه كاس العالم وخسر بطوله واحده، فيستحق النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي ان احنا نحتفل بيهم ونتبسط معاهم. ويوم الثلاث ان شاء الله تبقى في احتفاليه رائعه، وانا متاكد ان هي هتبقى احتفاليه رائعه، وان شاء الله هتكون هذه الاحتفاليه حصريا على شاشه قناه النادي الاهلي، هنتكلم فيها او هنوري حضراتكم مجهود كبير جدا جدا اتعمل علشان نصل إلى هذه المرحلة كفريق النادي الأهلي. فهو ده الفرق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني. فأنا بس الموضوع ده استوقفني فحبيت إن أنا أتكلم فيه مع حضراتكم. قبل ما أطلع فاصل الحقيقة عايز بس أتكلم مع حضراتكم في نقطة تانية، وهي نقطة مهمة ودي الحقيقة تاج على رؤوسنا جميعا في قناة النادي الأهلي. ناس كتيرة جدا شكرتنا وناس كتيرة جدا هنت كل المسؤولين في قناة النادي الأهلي على اللي اتعمل في مباراة السوبر الإفريقي ما بين الأهلي والزمالك. احنا الحقيقة كان ينقص فقط ان احنا نفوز في هذه المباراة، ولكن هنتكلم عنها بشكل كبير كمان شوية. لكن التصوير الحمد لله الأمور جيدة، كل حاجة الحقيقة كانت من خلال قناة النادي الأهلي، والكل الحقيقة شكرنا. يعني أنا سمعت فيديو للأستاذ عبد الناصر زيدان، الحقيقة أنا بشكره جدا على الكلام المحترم اللي قاله في حق إدارة القناة وإدارة استادات، عاملين شغل كبير جدا 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 علشان خاطر جمهور النادي الأهلي يتبسط ويعرف إن قناته هي في ظهر ناديه في كل شيء في كل شيء. فأنا الحقيقة بشكركم جدا جدا على
كل اللي حصل خلال بعد يوم الجمعة. الحمد لله استوديو تحليلي الناس كلها اتكلمت عنه، كان عندنا نجوم كبار وعظام موجودين في الاستوديو التحليلي، كابتن احمد بلال، كابتن ياسر لبيب، كابتن حسام غريب. كابتن حسام غريب نجم نادي الزمالك كان موجود هنا في الاستوديو التحليلي لهذه المباراه. ايضا كان الكابتن محمد الالفي صانع النجوم مع كابتن خالد العوضي اللي قدم هذه المباراه. الحقيقه كان يوم حلو جدا لا ينقصه فقط الا فوز النادي الاهلي، ولكن الحمد لله عندنا فريق جيد جدا، عندنا فريق صاعد ورائع، مجموعه من اللاعبين صغيرين في السن هم ليهم المستقبل خلال الفتره اللي جايه، ولكن عندنا اخطاء، عندنا اخطاء من الاداره الفنيه، عندنا اخطاء من بعض اللاعبين. كل الامور دي هتتحل خلال الفتره اللي جايه، وصدقوني دايما مجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين عن الكوره في المسؤولين عن الهاندبول في او كل الالعاب في اداره النادي الاهلي او في اداره النشاط الرياضي عارفين كويس جدا ايه هي الاخطاء، ووضعين ايديهم على هذه الاخطاء، كل حاجه هتتظبط خلال الفتره اللي جايه. ولكن يجب ان يفتخر جمهور النادي الاهلي بان هو عنده مجموعه جيده من اللاعبين الصاعدين اللي هيبقى ليهم مستقبل خلال الفتره اللي جايه، وانا اهو وحضراتكم اهو هتشوف الفتره اللي جايه فريق كره اليد في النادي الاهلي مجموعه رائعه من اللاعبين ينقصهم شويه خبرات ان شاء الله تتظبط خلال الايام القادمه، ويكون هذا الفريق هو مستقبل واعد للنادي الاهلي والمصر، أو لمصر الأول قبل النادي الأهلي، لأن كل هؤلاء اللاعبين حضراتكم هتشوفوهم في منتخب مصر خلال الفترة الجاية. أنا عارف كلنا زعلانين، كلنا متضايقين يوميها، أنا شخصيا ضغطي عالي يعني، لأن آخر مباراة كانت صعبة قوي، مباراة السوبر الإفريقي في اللحظات الأخيرة. ولكن في النهاية لما بعد بقى ما الزعل راح شوية واتكلمنا شوية، عرفت إن إحنا عندنا فريق صاعد. لما تقعد تتفرج على المباراة بشكل جيد هتعرف إن اللاعبين اللي عندنا بعض الأخطاء الواضحة الحقيقة في المباريات، دايما آخر خمس دقايق أو سبع دقايق بيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا. أعتقد إن ده هيتحل خلال الفترة القادمة، لأن يعني عارفين كويس جدا الإدارة اللي عندنا عارفة كويس جدا، الإدارة الفنية اللي عندنا عارفة كويس جدا إيه هي الأخطاء، وهتحاول إن هي تصلحها خلال الفترة القادمة. أنا بس حبيت أتكلم مع حضراتكم في هذه النقاط، لأنه من الواضح أن جمهور النادي الأهلي هو جمهور واعي ورائع وعظيم، ويستحق كل التضحية، ويستحق الحقيقة، ويعرف الفارق كويس ما بين اللي بيحترمهم واللي بيحترم جمهور النادي الأهلي واللي ما بيحترمش جمهور النادي الأهلي. الفارق واضح جدا في أمثلة كثيرة جدا، ولكن المثال الأهم والأخير، أو الأخير الحقيقة مش الأهم، ولكن المثال الأخير هو كابتن أحمد الأحمر. كل الجمهور سقف له عشان هو بيحترم جمهور النادي الأهلي وبيحترم اسم النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي. هنكمل كلامنا، ولكن عندنا أخبار البيت الكبير وأخبار النادي الأهلي، بس نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نروح لاخبار البيت الكبير، النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي. الحقيقه اول خبر، النادي الاهلي يحتفل بالنجمه العشرة مساء الثلاثاء. الحقيقه ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم النادي الاهلي سيحتفل في تمام الساعه 8، هيقيم حفلا كبيرا لتكريم فريق كره القدم بالنادي بعد الفوز بدوري ابطال افريقيا للمره العشرة في تاريخه. ووجه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الدعوه إلى رفيف من الشخصيات الرياضية والإعلامية وقيادات النادي، وكذلك نجوم الأهلي القدامى لحضور الاحتفالية التي ستقام على ملعب التتش بالجزيرة. يتضمن الحفل الذي تسببت الارتباطات الفريق المتتالية في تأجيله أكثر من مرة العديد من الفقرات الهامة والمتنوعة، والتي تم الإعداد لها بما يليق بهذه المناسبة التاريخية. كابتن محمود الخطيب حرص على عقد أكثر من اجتماع مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العشرة وتكريم الأبطال، وخلال الاجتماعات استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين. اتفق أيضا كابتن محمود مع اللجنة على تحديد موعد يناسب ظروف المكرمين، وبالتالي تم
تحديد يوم الثلاثاء بعد بكرة إن شاء الله بهذه الاحتفالية الكبيرة، وإن شاء الله أشياء مبهرة جدا وحاجات رائعة جدا حضراتكم هتشوفوها على شاشة قناة النادي الأهلي إن شاء الله. يعني مش عايز أحرق لحضراتكم إيه اللي هيحصل، ولكن حاجات كتيرة جدا وفقرات مهمة جدا تخص النادي الأهلي وتخص لاعب النادي الأهلي، وحاجات جميلة جدا حضراتكم ومبهرة هتشوفوها إن شاء الله في تمام الساعة الثامنة، ما قبل الثامنة طبعا كالعادة. حضراتكم عارفين لما بنيجي نغطي حدث يخص النادي الأهلي تبقى كل الأمور الحمد لله متاحة، ونقدر نعمل لحضراتكم حاجة جيدة جدا فيما يخص هذا الموضوع، فيما يخص طبعا النقل التلفزيوني إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. نوعد حضراتكم من اللي أنا سمعته واللي أنا عرفته إن لا، في هناك حاجات جميلة جدا جدا حضراتكم هتتبسطوا بيها إن شاء الله في هذه الحفلة. فريق النادي الأهلي بيستأنف تدريباته اليوم، استأنف النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بعد الراحة السلبية اللي منحها الجهاز الفني للاعبين ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للمرحلة المقبلة والتي تتضمن السوبر المصري وما تبقى من مباريات كأس مصر. كل اللاعبين الدوليين انتظموا في التدريبات الجماعية زي ما حضراتكم شايفين، ده لويس ميكيسوني المحترف الجديد للنادي الأهلي مع كل اللاعبين، واللاعبين كلهم الحقيقة احتفلوا بيه ورحبوا بيه بشكل كبير جدا جدا. مجدي أفشة والشناوي وعمر السلية وياسر إبراهيم زي ما حضراتكم شايفين كل نجوم الفريق، أليو ديانج هم هنا هيرحبوا بقى بميكيسوني زي ما حضراتكم شايفين، طريقة الترحيب المعتادة من معظم فرق العالم الحقيقة، والنادي الأهلي كالعادة وشكله قصير كده. وده أعتقد ده حسام، ده مين ده أهو ميكيسوني زي ما حضراتكم شايفين، وترحاب كبير بكل الصفقات الجديدة داخل النادي الأهلي. كل الدوليين شاركوا النهاردة، محمد الشناوي وأيمن أشرف ومجدي أفشة والسولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن شاركوا النهاردة في مران الفريق النادي الأهلي. اشتمل المران النهاردة على جزء بدني وتدريبات كرة تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال وكابتن سامي قمصان مدرب الفريق. أيضا معلول وديانج ينتظمان في التدريبات، والطيران يؤجل عودة بدر بنون. بدر بنون مشكلة في الطيارة، فإن شاء الله هيكون متواجد في وصوله في الساعات المقبلة، إن شاء الله هيكون متواجد في الساعات المقبلة. ولكن معلول ديانج أمام حضراتكم زي ما شفتوا حضراتكم من شوية، معلول أيضا كان متواجد في التمرين. أيضا أكرم توفيق بينتظم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وتخلصه من واقي الوجه. وإن شاء الله بكرة النادي الأهلي يواجه بتروجيت وديا ومعسكر مغلق قبل السوبر المحلي، وكالعادة زي ما حضراتكم شايفين كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بيحفز الفريق على الفترة المقبلة. موسيماني نفس الكلام زي ما حضراتكم شايفين، وإن شاء الله إن شاء الله السوبر المحلي تبقى أولى مفاجآت أو أولى هدايا لعبوا النادي الأهلي إلى جماهيرهم الكبيرة والعظيمة. إن شاء الله معسكر مغلق قبل السوبر المحلي، معسكر مغلق النادي الأهلي هيخشه في اسكندرية إن شاء الله بداية من يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب إن شاء الله اللي هتبقى يوم الخميس، وفقا طبعا لما أعلنه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وقال إن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة نادي إمبي يوم في دور ال 16 بكأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 25/9 على استاد الإسكندرية. على الجانب الآخر مازال النجم العالمي النجم الكبير كابتن محمد صلاح بيواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإنجليزي. وصل محمد صلاح للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي، بسم الله ما شاء الله، حاجة مشرفة جدا وحاجة مفرحة لنا جدا كمصريين. اتحاد كرة القدم أيضا بيهنئ محمد صلاح برئاسة طبعا الأستاذ أحمد مجاهد، هنى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونجم نادي ليفربول لتخطي رقم 100 ضمن مسيرته في مسابقة الدوري الإنجليزي البريمير ليج، ومتمنين له ولجميع نجوم مصر في كل الملاعب دوام التوفيق. وزي ما حضراتكم شفتوا الاتحاد المصري بينشر تهنئته على صفحته على الفيسبوك، والنهارده
ريال او انا اسف ليفربول فاز على ليدز بثلاثيه مقابل لا شيء. محمد صلاح وكالعاده الحقيقه احرز هدف المباراه الاول ليصل الى الرقم 100، وفاز ليفربول على ليدز يونايتد بثلاثيه مقابل لا شيء، ووصل رصيده الى 10 نقاط ليتقاسم صداره البريمير ليج حتى الان بعد اسبوعه الثالث او الرابع مع بقيه الفرق المتصدره الجدول. برضو محمد صلاح احرز الهدف الاول في الدقيقه 20، وبكده اصبح محمد صلاح خامس لاعب يحقق هذا الانجاز في تاريخ البريمير ليج، وثاني الافارقه واللاعبين الثلاثين بصفه عامه في مباراته رقم 162 سواء مع ليفربول او تشيلسي الذي لعب له قبل سابق. ألان شيرر في المقدمة ب 124 مباراة، ويلي هاري كين اللي استطاع الوصول إلى 100 هدف بعد 141 مباراة، وسيرجيو أجويرو ثالثا في مباراته رقم 147، وتواجد بالمركز الرابع تيري أنري في مباراته رقم 160، ويأتي في المركز الخامس النجم الكبير كابتن محمد صلاح. أيضا بعد المباراة في لفتة إنسانية طيبة، محمد صلاح قام بإعطاء قميصه لطفل صغير من مشجعي ليفربول بعدما رفع لافتة يطلب من محمد الحصول على قميصه. بعد المباراة أيضا بعد انتهاء المباراة يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول قال: محمد صلاح يا له من لاعب، إنه متعطش دوما للأرقام والتميز منذ أن انضم إلينا، يا له من لاعب لا يزال جائعا. محمد صلاح لم يكن سعيدا من بعض محاولاته، إنه لاعب عالمي حقيقة. يعني محمد صلاح بسم الله ما شاء الله مشرفنا في كل حتة، ولكل طبعا محبي ومتابعي ريال مدريد. حتى هذه لحظة فاضل دقيقتين ثلاثة في المباراة، وريال مدريد متقدم 4-2 على في الدقيقة 80، في الدقيقة 80 وما زالت النتيجة 4-2 بعدما كان ريال مدريد مغلوب 1-0 وبعدين 1-1 وبعدين 2-1 لفريق الآخر، وبعدين ريال مدريد 2-2 ثم 3-2 ثم 4-2، وبكده يكون ريال مدريد 4 أهداف وسيلتا فيجو هدفين. طيب دي كانت أخبارنا النهاردة، وزي ما حضراتكم عارفين الحمد كل يوم حد بنبقى مع حضراتكم على الهواء مباشرة. النهاردة هيكون معانا 4 من النجوم الصحفيين الكبار الحقيقة اللي دايما بيكونوا متواجدين معانا، ناقدنا وأستاذنا الكبير الأستاذ جمال الزهيري، وناقدنا وأستاذنا الكبير الأستاذ محمود صبري، والأستاذ سامي عبد الفتاح ناقدنا الكبير، وأيضا الأستاذ عصام شلتوت رباعي من النقاد الرياضيين. هنتكلم معاهم في كل ما يخص كرة القدم سواء المصرية أو العالمية، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل ضيوفنا الكبار. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب باساتذتنا الكبار اللي موجودين معانا النهارده. قدنا واستاذنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام. حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. ايضا قدنا واستاذنا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ منور يا كابتن. حضرتك اللي منور. حضرتك دايما كله تمام؟ الحمد لله. ايضا ناقدنا واستاذنا الاستاذ سامي عبد الفتاح. ازيك يا استاذ سامي؟ اخبار حضرتك؟ والله الحمد لله. ايضا استاذنا وناقدنا الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن؟ ازيك؟ كله تمام؟ كله تمام. القميص النهارده على حاجه جميله. لا على فكره 10-10. لا كل اسبوع. لا هو النهارده انا سالته على فكره ما فاتتنيش، قال لي لا خليني اوعى بقى اوريكم. خليني اوعى اعمل لا اوعى يعني اوريكم. لا هو لابس قميص احمر. ايوه يعني اهلاوي. في شباب في الاستوديو يعني شباب. دي خلاص عجزنا خلاص عجزنا. ربنا يديك الصحه شبابك حبيبي. استاذ جمال خليني ابدا مع حضرتك، ويوم الثلاث ان شاء الله النادي الاهلي سيقيم احتفاليه النجمه العشرة. هل بتعتبر يعني بصراحه الوقت كان من المفترض ان كان يتم الاحتفال بهذا الفريق بعد الحصول على البطوله مباشره، ولكن ارتباطات كثيره جدا في الاخر قدرنا نوصل ان شاء الله يوم الثلاث ستقام هذه الاحتفاليه. هو طبعا انا مش هقول انها احتفاليه متاخره لسبب لان الظروف اللي كان فيها النادي الاهلي وظروف توالي البطولات يعني الاهلي كسب في الفتره دي العديد من البطولات مظبوط، وبيرجع من بطوله يا دوب يستعد للبطوله اللي بعدها، فبالتالي ما
كانش في امكانيه خالص لاي وقت متوفر. بالعكس انا بعتبر التاخر في هذه الاحتفاليه مجبر, يعني اكتر ترجمه لمدى ازدحام الموسم اللي فات. انت مش لاقي وقت حتى تكرم ولادك اللي كسبانين يعني بطولتين افريقيتين, التاسعة والعشرة وما بينهم من بطولات. التاسعة قبل العشرة بالظبط يعني. لا يعني شوف انت هتكرمهم بالعشرة يبقى لهم عندنا كمان تكريم التاسعة يعني ده, او نعتبر دي بقى تكريم لكل البطولات اللي فاز بيها الاهلي ان شاء الله. استاذ محمود يعني بعض ما لا يشجع الاهلي راح يقول لك يعني انت خسران الدوري وخسران السوبر الافريقي في الهاندبول ومع ذلك بتحتفل, ده الطبيعي البطل يعني بطل يعني يعني عاوز اقول الناس برضو يعني طب هو لو خد كل البطولات طب ما سابش حاجه يعني مش عاوزين نعرف يعني عاوزين نرتاح على جنب برضو يا كابتن اسلام. ده منطق غريب جدا لو البطل خسر ما خسرت ديك وخسرت دي. طب لو كسبت كل البطولات انت ما بتسيبش حاجه, انت مش بتلعب وحدك, ده في مش عارف ايه القطب الاوحد والكلام الكبير اللي بيطلع. هي مش يعني هي الحياه هتبقى كده وكل واحد بيحاول يفسر موضوع المزاج, لكن هو الاحتفال مطلوب قبل بدايه الموسم لانه ده دفعه للمعنويه للفريق وللاعبين اللي استحقوا التكريم. وعلى وجه يعني الخصوص انه التكريم من وجهه نظري محمد مجدي قفشه. قفشه بطل اللي ادانا الدفعه, لكن البطوله دي جت ببطوله الفريق كله من جهاز فني ومدير, يعني ربنا وفق محمد مجدي قفشه حطه في الحته دي في اللحظه دي عشان يجيب التاريخ ده عشان يجيب اللقطه اللي هي 11. عملت يوم 27 نوفمبر, ده تاريخ مفصلي وفاصل في مشوار الاهلي. رحمنا من حاجات كتير والله رحمنا لا مش رحمك ده مش رحمك وبس, ده رحم مصر. فعاوز اقول لك انه المشهد يعني يحتاج فرحه وفرحه كبيره جدا. والاهلي دايما البطل حتى لما بيتعرض لبعض الانكسارات في مشواره ده بيبقى طبيعي جدا, لازم الانكسارات دي بتولد البطولات وتولد الانتصارات وتحقق البحث عن الطموح الاكبر. انت دلوقتي بتفكيرك هتعمل ايه في كاس العالم للانديه, نفسك تروح لغايه فين, يعني نفسك يبقى عندك طموح انك توصل للمباراه النهائيه, دي من الحاجات اللي ايه اللي اكيد تفكير الجهاز الفني والتدعيمات اللي تمت في الفتره اللي فاتت. فاعتقد انه احتفال لعائله الاهلي وأسرة الأهلي وجماهير الأهلي كمان هي البطل في المشهد, كمان بطل الأساسي والداعم الأساسي مجلس الإدارة اللي أدى دور كبير جدا لا أحد يختلف عليه وتحمل كثير من التبعات والمسؤوليات ولم يخرج منه تصريح ولم يظهر منه أحد يتحدث عن البطولات. هذا هو الأهلي, الأهلي يا جماعة البطل فيه واحد اسمه النادي الأهلي. بنحاول والله بقالنا كتير قوي مع كل أعضاء مجلس الإدارة ومع الكابتن خطيب لما الدنيا تبقى مدسنة الموسم يخلص الاول لما تشوف الدنيا هيبقى فيها ايه, وبعد كده دخلنا ببطوله تانية كالعاده يعني هو النادي الاهلي ولا البطولات بتخلص ولا البطولات بتخلص ان شاء الله باذن الله تستمر باذن الله. طيب استاذ سامي, هل يستحق اللاعبون في النادي الاهلي بهذا التكريم؟ اكيد ده يعني ده مش تكريم لبطوله افريقيا بس, انا تكريم لموسم شاق جدا ومزدحم جدا ببطولات, ما في بطولات اخرى, في سوبر افريقي, في سوبر مصري, في كاس مصر, كل النتاج السابق ده كله يعني توج باللقب العاشر اللقب البطوله العاشره. فطبعا ده اقل شيء يعني مجلس اداره الاهلي بقياده الكابتن محمود خطيب يعني أراد أن يتوج اللاعبين بهذا الحفل يعني تعبيرا عن تقدير المجلس وجماهير الأهلي لهذا الفريق. فريق يعني بالبلدي كده شيء جدا في الموسم ده, شيء شقاء بالغ ويعني ودفع الثمن, بطولة الدوري الضايعة دي دفع ثمنها يعني ازدحم عليه الموسم بعد اللقب الافريقي بشكل قاسي جدا, واستطاع ان هو يعني يقف على رجله في وقت ربما لو مر فريق اخر بنفس الظروف ربما كان حصل له انهيار, لكن الاهلي فريق الاهلي ولاعبته يعني يستحقون بجد واستحقاق عالي جدا هذا التكريم اللي هو يعني بيعبر عن فرحة يعني حتى تكون هناك مشاركة جماهيرية لأعضاء النادي الأهلي وجماهيره مع اللاعبين في هذه الاحتفالية. فطبعا هو تكريم مستحق, وخلي بالك كابتن إسلام إنه هو خارج من التكريم ده على بطولة أخرى بالظبط, يعني إيه
كثار البطولات مش مش لا يتوقف النادي الاهلي ان شاء الله. فطبعا ان شاء الله نتوقع يعني يعني هيكون هذا التكريم او هذا الحفل عمليه ريفريش للعيبه ان هم يخشوا على البطولات الاخرى كاس مصر وسوبر افريقي وسوبر مصري بروح عاليه جدا وحماسيه نستهلوا الموسم الجديد بعدد جديد من البطولات ان شاء الله. استاذ عصام حضرتك حضرت حفلات كثيره جدا تخص النادي الاهلي، ولكن من وجهه نظرك كيف نستطيع او كيف يستطيع اللاعبون الاستفاده من مثل هذه الحفلات حتى ولو معنويه؟ شوف هم يستفيدوا انه الكابتن محمود خطيب وانت خسران بطولتك المفضله الدوري بينزل ملعب المباراه علشان يقول للاعيبته قصرنا في حقكم، لانه الموجه كانت عاليه قوي في سكه انك لم تحصل على درع الدوري اللي كان هيبقى رمزيته رقم 43 بينما احرزت ما هو يعني باقي جعبه البابا نويل البطولات يعني على مدار سيزون ملتحم بسيزون او موسمين ملتحمين. وبالتالي حمل محمود الخطيب صك الجمهور شراكه مع انه المشرف على الكره ورئيس المنظومه الاداريه الحمراء باعتباره رئيس النادي او مجلس اداره النادي الاهلي ليؤكد للاعبين انتم الانكسار اللي بيدعى عليكم به هو ليس انكسار، هي بطوله افلتت، لدينا ما يستحق ان احنا ناخذ بعين الاعتبار ان احنا هنعمله، لكن انت محل تقدير. وراح موجه الكلمه للجمهور انه اوان الاحتفاء بنجوم خلاصه عرقهم كله للشعار للرمز لهذا الصقر الطائر دائما محلق ببطولات بعيده تماما عن اي ارقام يا جماعه، ودي حاجه ما تزعلش حد وما اعرفش ليه الناس بتزعل من هذا الواقع يعني. ده واقع رقمي ملوش اصلا اي رده فعل. وبالتالي اللعيبه هنا لانهم كانوا نسوا فكره ان لهم حق التكريم، ده اكثر ما يمكن وصف نجوم الاهلي على مدار التاريخ بيه، اللي هو انك بتقدم ولا تنتظر لانك متاكد انك حصلت على كل حقوقك بحاله حب من جمهورك وتمام الاحتراف منذ بدا في مصر، انه خلاص انت حتى كل نجوم مصر على تواليها لما بيجوا يشرحوا يقول لك انت في النادي الاهلي يا عم عندك الاي تي ام دي، ده معروف ما حدش بيسال حد ولا في بتاع متسطره ولا تمضي قدام ورقه، ده من ايام انا كنت بلعب، ما انا بقول لك من 2002 ولا 3 منذ بدايه الاحتراف. وبالتالي ذكرهم بان النادي الاهلي هذه هي الجمله، الاهلي فوق الجميع، فوق الجميع دول الاداره واللاعبين وجمهوره، ملوش دعوه بقى بمن هم خارج الاسوار، خارج الاسوار ده موضوع تاني، هذا هو محيطه. عشان كده جاءت معبره، جاءت لتعيد للاعبين اللي قالوا الاستاذ محمود والاستاذ جمال انه والاستاذ سامي اكدوا ان ده ريفرش للاعبين، ان التكريم هو حق وان ده اوان فرحه الانتصار. وهي بدات الحقيقه زي ما انت ما عندكش اي انكسار من اساسه، هي بدات الحقيقه زي ما حضرتك قلت بكلمتك، يعني بدايه الاحتفال كان بكلمه الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين في الملعب. واتكلم زي ما حضرتك قلت بالظبط كده في اطار ان احنا الفتره اللي جايه هي فتره اللي هي مالكم في ايه، ده احنا مقصرين معاكم يعني، يعني بامانه شديده يعني منتهى الاحتراف بجمل مش مؤثره، بجمل واضحه جدا جدا يا كابتن، فسرت الكثير والكثير. عشان كده ضايقت ناس ان ملقوش فيها ايا ما يمكن الارتكاز عليه، يعني انه يطلع انه ده كلام مش متعارف عليه، لانه الكابتن برضو كرجل كره قال لهم يعني ما معناه ان الدرع متداول متداول، وبالتالي خلاص الدرع افلت في موسم، ايه المشكله يعني من 42 درع انت كنت رايح على الدرع رقم 43 متداول معاك لغايه المباراه قبل الاخيره، شكرا مبروك علينا، هيا بنا نكرمكم. دي كانت البدايه، هيا بنا نكرم هذا الفريق اللي يستحق بالفعل هذا التكريم، وان شاء الله اللي هيبقى يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 8 زي ما قلت لحضراتكم، وحفل مبهر الحقيقه
عندي علم شويه في بعض الامور اللي هتحصل فيه. قول لنا شويه تفاصيل كده. لا ما مش مسموح دلوقتي ان انا لسه ممنوع. فان شاء الله تبقى حاجات مبهره كالعاده الحقيقه ان شاء الله. على شاشه قناه نستحق كل اللاعبين يستحقوا الحقيقه هذا التكريم ان شاء الله اللي هيكون مبهر على شاشه قناه النادي الاهلي. هاخد حضراتكم لجزئيه اخرى ودي انا كنت جزئيه بتكلم فيها في البدايه، هو ليه جمهور النادي الاهلي بيحترم نجم كبير في نادي منافس زي نادي الزمالك اسمه احمد الاحمر؟ ليه بيحترم احمد الاحمر على الرغم دائما من ان احمد الاحمر ده مثلا له دور كبير جدا في هزيمه النادي الاهلي في مباريات عادي اصلا مش دي القضيه كمان. ولكن احترام جمهور النادي الاهلي يدل على وعيه على وعي جمهور النادي الاهلي ان الراجل ده محترم وبيحترمنا وبالتالي هنحترم. وانت لو سمعت حتى احمد الاحمر هتلاقيه ما بيجيبش سيره الاهلي، ما هو انت احتفل زي ما انت عايز بالظبط اتبسط. يعني انا مثلا في الحوار اللي اتعامل مع عمرو اديب وشيكابالا مثلا انا عملت تحليل مضمون بصفتي راجل في الشغلانه، لقيت انه اسم الاهلي اتقال في الحوار اكتر من 500 مره مع ان الاهلي خارج الموضوع اكتر من الزمالك. لا يعني الاهلي ما هواش طرف حتى في ازمه شيكابالا مع اتحاد الكوره في اليوم اللي هو التكريم ده، ومع ذلك دائما وده على فكره اللي بيغيظ ان انت بتقحم الاهلي وتحطه في جمل مفيده في حاجات هو مش فيها اصلا. يعني هسال سؤال برضو كلام الاستاذ عصام والاستاذ سامي والاستاذ محمود، يعني او حالي بايه؟ انه ليه الاهلي ما بيحتفلش ما بيهتمش؟ لانه ما بيهتمش بالاحتفاليات، لان الطبيعي عند ابناء النادي الاهلي انهم يكسبوا. يعني انت هتحتفل كل سنه مش هتشتغل، يعني الدوري درع الدوري وجوده في النادي الاهلي بقى اصبح مساله عاديه تقليديه. مش هتاخد الدرع انت مش هو ده يعني لا مش هتاخد الدرع. انا اتذكر ان انا لما خدت الدرع انت هتاخد الدرع وتقعد تلف بيه وتصور. انا بقول لحضرتك اهو انا خدت الدرع روحت نمت صحيت تاني يوم عشان عندي ماتش خلاص انت عندي بقى بطوله بتعمل تانية ايه كلاعب بتاخد يعني. الدرع تحطه في الدولاب بتاع البطولات وتشتغل عشان تحتفظ بيه ولا ده انت تجبار يا اخو. لا والله تجبار. انا بكلمك يعني عاوز انت الكلام. طب انا عاوز افرح يا اخي. بالظبط احنا عايزين نفرح جمهور الاهلي خلي بالك واللاعبين يستحقوا. لا قصده في الاحتفاليه دي وقصده انه لا جديد انك تفوز بالدرع. انت متعود على ان الدرع هو مش متعود على الاحساس اللي عندك انه الدرع ده موجود عندك فانت بتجيبه رمزيه. لا برضه يا استاذ محمود هي مش الدرع نفسه بس في النقطه دي هو مفيش مشكله ان انا احتفل وارقص وغني ومن فوق ومن واقعد تجيبني انا طرف واعمل كل حاجه. لا ما تدخلنيش انا في الموضوع. ايوه ما تدخلنيش انا كاهلي في الموضوع. هي النقطه يا كابتن اسلام انا ابني طلع الاول على البتاع اطلع اشتم جاري ما تعملش كده. لا اكيد يعني اطلع اشتم جاري عشان جاري مثلا جاب قال له ما يدخلش طب في السنه دي. بس خلي بالكم نسب المشاهده يا جماعه مع ذكر اسم النادي الاهلي لا برضو ما دام انت دخلت بقى في الشغلانه كلنا برضو في الكار يعني لا نسب المشاهده ما تجيش غير كده. انا اسف يعني طبعاً كان لنا زملاء يعني زملكاويه اذكرهم يعني كنا بنبقى يعني معاهم في جرايد التابلويد زمان لو انت فاكر طبعا المجموعه فاكره زملكاويه يعني ويفرحوا لما الاهلي يكسب. هو لا يرضى ان يفوز الزمالك يعني عشان هو صاحب الجورنال. لا هو بيبقى اسعد يعني لان هو لا يسعد داخله لكنه هو حابب علشان يعني مصلحه الجورنال مصلحه العمل والمبيعات وكذا. لا الاهلي يا جماعه الجمهور اصله بالارقام انا ما اعرفش ده برضو بيزعل ليه على راي محمود يعني ليه الناس بتزعل من الحاجات الرقميه انا برضو ده برضو امر يصعب فهمه. بص يا استاذ عصام هو الفكره كلها اللي انا كنت اقصده انه انت من حقك تفرح زي ما انت عايز بالظبط كده لكن يا سيدي انساني عشان تعرف تعمل مش حاجه مش هنساك نسبه المشاهده. لا حول ولا قوه والله. هو بيبقى بطل المشهد فين يا استاذ جمال؟ بطوله المشهد بتيجي من فين؟ بالزج باسم مين؟ رقم واحد النادي الاهلي. هعمل ايه دلوقتي انا عشان ارضى الطرف الثاني؟ ما انا عاوز ارضى الطرف الثاني. انا عاوز ابقى بطل يعني. لا فوتها ماشي. عاوز ارضي الطرف الثاني. ما هو ده الغريب برضو الشيء المحزن في المشهد المرتبك انه مفيش حد طلع قال عيب. ده يخليك تقف انه انك انت تعيد حساباتك. ده راجل راح ناحيه الجمهور وشتم نادي المنافس
ولم يخرج من إدارة النادي ما يقولوش أصل هم قالوا عيب لما بتاع المنتخب الأولمبي مش عارف اسمه إيه واللعيبة اللي فوت اللبس شتموا قالوا عيب خدوا قرار وعاقبوا عشان كده كلمة مبادئ وكلمة مش عارف كلمة مقلقة أنا دلوقتي أنا بتعبك بضايقك لما أنا بتكلم عليه لكن أنت لما تيجي تقول له مشهد من مشاهد الأهلي وأنا شاهد على مشهد رئيسي في مباراة بين الأهلي والزمالك في الباسكت في صالة النادي الأهلي وأنا كنت موجود وبشاهد الماتش ونزل كابتن أيمن رشدي وكان لعيب رقم واحد في أفريقيا وتفاعل مع الجمهور ودخل المدرج وكان يحضر المباراة رئيس النادي الأهلي كابتن حسن حمدي ربنا يديه الصحة والكابتن محمود خطيب لما دوب من المباراة انتهت دعا لمجلس طارئ وخد قرار كان مفاجأة وغير متوقعة للجميع بشطب اللاعب نهائيا انت بتتكلم عن حاجه وانا ما انا بتكلمك انا كنت اتمنى حاجه واحده الراجل بيتكلم عن المبادئ لا اصل خلي بالك انا عاوز الجزئيه ما فيش واحد طلع قال له عارف انت ايه الاسطوره ده نفسي اعرف بس الاسطوره فين الاسطوره ده اسطوره الاسطوره اسطوره اخلاق اسطوره ادب اسطوره مبادئ عشان كده يا استاذ محمود معلش انا اسف ان انا هقطع حضراتكم ولكن عشان كده انا دايما بجيب او النهارده تحديدا بعد مباراه الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي انا قعدت فكرت كره اليد يعني انت قارنت بين هي ليه انا قعدت ادور وبجد انا بقالي يومين من ساعه انتهاء هذه المباراه لغايه دلوقتي بسال كل الاهلاويه المتشددين والمتعصبين جدا جدا لنادي الاهلي وبسال كل الزملكاويه المتشددين والمتعصبين جدا لنادي الزمالك هو ليه ما كانش حد بيشتم محمود الخطيب او ما كانش حد بيعمل في محمود الزملكاوي يعني ما كانش حد بيعمل كده في محمود الخطيب ليه وليه ما كان الاهلاويه بقى بسالهم بقول لهم هو ليه ما كانش حد بيعمل كده مع حسن شحاتة او حازم امام أو حازم. مثلا انا مش عايز اجيب اسماء كتير من الاهلي لانه عشان ما يقولكش انت في الاهلي ولكن المثل الحي والمثل القريب جدا اللي هو اول امبارح احمد الاحمر طبعا واحمد الاحمر يعني هو اصلا اسره رياضيه عاليه جدا ودي نقطة مهمة جدا يعني بتربي رياضيا دي نقطة يعني أنا شايف إن هو يعني أحمد الأحمر واثق في إمكانياته وفي قدراته كلاعب دولي ويعني كبير فبالتالي وعارف يعني إيه رياضة يعني دي مهمة جدا يا كابتن هو ده مسؤولية الكلمة يعني بالتالي يعني مش يعني عارف يعني إيه رياضة وعارف يعني إيه النهاردة تكسب بكرة تخسر لا مش بس كده هو عارف إنه جاب للزمالك بطولات مش بيطلع عشان يداري عورة فشله بأنه يستلهم من عواطف الناس أن أنا أبطال في بوم هو مش بطل بالصدفة لأنه يعني. مش بالصدفة هو جالب انتصارات حقيقية أيوة. هو حمل للزمالك دروع في كرة اليد عشان كده عشان كده وطبعا طبعا عشان كده أنا لم أتحرج الحقيقة ان انا اقول الكلام ده لا برافو عليك على شاشة متى اتحرك النادي الاهلي منذ متى لا ما بالظبط بس انا بقول لحضرتك لانه في الاخر ده بيودينا لايه ان يعني ايه وعي جمهور النادي الاهلي ان كان ما يقال من اسبوع 10 ايام ان ايه والجمهور قال لي كذا وكذا مش عايز اكررها تاني لكن في الاخر لا ده جمهور واعي ده جمهور واعي لانه اهو ما هو واحد خسرنا ماتش اهو خسرنا هو احمد الاحمر دايما بيبقى سبب كبير في خساره الاهلي فاحمد الاحمر خسرنا ماتش ولكن الناس طالعه تقول له على الاقل احنا بنحترمك هنا ومحدش قال عليه كلمه وحشه هنا ليه؟ الجزء الرقمي بيزعل عشان كده ليه احمد الاحمر في سجله بطولات مع نادي ومع منتخب بلاده كما في سجل نجوم اهلاويه في كل الالعاب بطولات مع نادي ومع منتخب لكن حين اسالك عن اسم فلا دوري ولا كاس طب انا اقدم للطيبين في المدرج ايه غير ان انا وجهة نظر احاول ان القي بكل التبعات على المنتصر على حامل اللقب على سارق الفرح على حامل الانتصار واقول لهم بقى انا البطل اللي هشوهه مش انا البطل اللي هنتصر لكم عليه يا جماعه راعوا الحكايه دي هم مقتنعين يعني. بالبطوله دي يا استاذ عصام المشهد المؤسف انك تجد من يطلق عليه لقب الاسطوره ويتغنى لا خلينا نتكلم لا بص خلينا نتكلم في الايجابيات والله انا مش عايز اتكلم في السلبيات انا كابتن استاذ لا بس عاوز اقول لك على حاجه تصوير المشهد انت هنا قضيت على الاخلاق نهائيا انت بتصدر بتعمل بطوله لناس تانية ان هي طالعه تهاجم المنافس بصوره لم نشاهد على مدار التاريخ نوران مثلا خد بطوله التفسير ده مش شعر ببطولته الاساسيه ما هو تجارب ده هو على بطوله خاصه مش بيدور على بطوله خاصه ما عندوش اسمع بعض بس عشان الناس خلينا يا جماعه نلخصها برضو
في ان احنا دلوقتي بناخد النموذج الكويس. لا هو ده اللي انا عايز اللي اقوله، اشار اليه كابتن اسلام، لانه اللي هو ايه احمد الاحمر، هو جمهور الاهلي سلوكياته، لا هو محترم. جمهور الاهلي هو، ما هو ده النقطه اللي بتهمني انا بقى، بقى مش عايز اتكلم بصراحه على، ولكن انا اللي يهمني هو جمهور الاهلي. حضراتكم اساتذه كبار وماسكين حتت كبيره جدا، ويعني عندكم ملايين ملايين القراء، عندنا سوابق. هل خلال اليومين اللي فاتوا حد من جمهور الاهلي تعدى او استفز كابتن احمد الاحمر على الرغم من ان هو ولم يعلق؟ دي النقطه اللي بتسبب في لقطه، تسبب في لقطه متشافه، لقطه ومتشافه، وهي سبب رئيسي في خسارتنا لهذه البطوله، ولكن انا بتكلم عليه بقى كشخص. لا هو لم يعلق، لا كل التقدير ومن جماهير الاهلي اغلب الاحترام، وجماهير الاهلي بتحب تشوفه يعني، والاغلب يعني الاعم قال انها بتيجي في الكوره وفي ريكورت، يعني تيجي الهسات دي وسق او كده، كله قال كده تيجي عادي. يعني ده ليه؟ لا طبعا هي مش، لان ده جمهور النادي الاهلي اللي واعي، لانه كبير، لانه يتعامل مع من يتعامل معه بفروسيه، عشان كده يبقى هو جمهور كده. النادي الاهلي يا اسلام يا جماعه، جمهور الاهلي على فكره مش هيروح ورا الالعاب الناريه الممجوجه دي والله، هي دي النقطه بقى هتنطفي. هقول لك ليه بقى، هقول لك ليه بقى، لان البطولات جايه وانت برضو مش هتجيب بطوله وهتقف عند المدرج تعمل نفس العامله دي، شكلك كل مره بيسوق اكتر. هي دي النقطه، ان الاخلاق الرياضيه او نبذ التعصب خلال الفتره اللي فاتت، ويقول لك ايه اصل لما جمهور النادي الاهلي بيجي يتكلم يقول لك اصل جمهور النادي الاهلي هو اللي استفز مش عارف اسلام مثلا. امتى؟ هو لا مش انت بتجيب لي حاجه من 200 سنه، انا مش عايز ده، انا عايز ايه؟ طب ما هو يا جماعه المثل بلاش ده، بلاش ده. انا برضو ما بحبش اتكلم على حد من الاهلي، لكن كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاته في اشهر لقطه في عالم كره القدم، مباراه حب مصر، مباراه حب مصر لما راحوا وخدوا ايد بعض والجمهور والكلام ده كله، هو في ايه يا جماعه؟ لقطه تاريخيه ومشكوره حتى الان يعني، ده في اصعب لقطه يمر بيها لاعب، وبرده انا شاهد في ملعب المباراه وعملت عنها صفحه في الاهرام. عماد متعب تعرض ما لم يتعرض له احد ولم ينطق بكلمه، يا اخي بالظبط كده، يافطه طه يافطه يافطه، ده هي يافطه. بقول لك ايه، حضرتك كنت في الملعب وانا كنت في ارض الملعب، انا بكلمك جوه يعني، انا كنت بلعب انت جوه. اسالك سؤال، انا عاوز اقول لك حاجه، انا كنت نفسي ان يبقى في قرار من داخل، قرار انتيريور داخلي من داخل الاداره، يعني انت التربيه والاخلاق بتيجي من مين؟ ان انا اقيم ده حسن شحاته يا اخي ما سلمش منك، يعني حسن شحاته يا جماعه، حسن شحاته يعني بص الاخلاق والادب، تعرض ما لم يتعرض لواحد من مين؟ من داخل، يعني ازاي تسيبوه بهذا المشهد محمود؟ تاريخيه، ايوه ده اللقطه دي ما تاريخيه دي، لا انا اتنين اساطير، حد من جمهور الاهلي بيتكلم على كابتن حسن شحاته مثلا؟ بالعكس. حد من جمهور الزمالك بيتكلم على كابتن خطيب مثلا؟ مستحيل. ليه؟ اشمعنى؟ اشمعنى حازم امام؟ ولما حسن شحاته كان مدير فني منتخب مصر كان بيلقى كل الدعم والتأييد من اول نادي كرمه، من جماهير الاهلي، من اول نادي كرمه، من اول نادي راح له النادي الاهلي، النادي الاهلي يا كابتن، مجلس اداره الاهلي عمل له تكريم رسمي، تكريم اول وتكريم ثاني، الحدث واهميه، رياضي محترم يستحق التأييد، هو رصيد اللاعب والرياضي في الملعب هو اللي بيجبره انه يكون شكله ايه. يعني لو هو حاسس ان هو ناقصه حاجه بيطلعها في ظروف زي دي. يعني لما هو لو مكتمل وعنده رصيد قوي جدا زي احمد الاحمر عمره ما هينحرف بسلوكياته. يعني عجبني جدا الحقيقه حتى في تصريحاته بعد المباراه، قال لك الاهلي يستحق ان هو يكسب والزمالك يستحق ان هو يكسب، ده فرق لعبه، هو فرق لعبه، فرق لعبه شاطر يعني، فرق لعبه يعني، الفريقين قدوا مباراة قوية جدا. لكن الراجل ايه يا استاذ محمود يا استاذ عصام؟ احتفل ورقص وغنى وعمل حاجة طبيعي، طبيعي جدا. يا كابتن الفكرة كلها انه اللي انا بقوله لحضرتك ده مش توقع، ده يقين، وهي دورة الحياة. محمود قال لم يسلم منك ابوك الكروي حسن شحاته، لم يسلم منك مدرجك. ايوه طبعا، رفعت في وجهه غريبه برضه يعني، وخرجت عليهم سبابا وكذا وماذا. يا اخي انا مستغرب يعني. ومع ذلك بعض الناس بترى انها عيني بسبب ما لا يقدمه، ما عندهاش حاجه غير انها تعمل كده لما تكسب وتندرج تحت البند ده. اوكي، لانه هيعملوا ايه؟ ما هو لازم يطلع يبوظ المج اللي في ايد اسلام، لانه مش قادر يجيب للبلاتو التاني مج زيه، ما عندوش حل بقى. يا عم طب ما تتجدع كده وتجيب لهم مج بدل ما المج ده وحش، المج ده كان بتاعنا
كلام مش في الكوره. ثم اين ذهبت وماذا قدمت؟ ده موضوع يا جماعه بالحساب في الكوره. شهر وشاير والتاني قصير. الواحد بيبقى عايش على التاريخ ما انا بقول لحضرتك شهر وشاير والتاني قصير. يعني امي الله يرحمها كانت تقول كده ان الدنيا هتبان يعني. وبالتالي سياتي يوم عشان تفرد لك الصحف ما تستحقه فيقولوا فاز فين؟ لاعبه امتى؟ كام؟ مش عارف. الفعل يعني الفعل المنتج ليه بتقدر ما تبقى وانت تقدر تعمل ترن وتقول كان مكان خصوصا لكن يا خصوصا يعني. خصوصا يا استاذ عصام وحضراتكم يا ريت تشاركوني في هذا الامر ان جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي جدا بدليل ما هو انا لما تيجي تتكلم في نقطه اي نقطه من النقاط لازم حضراتكم يعني انا اتعلمت من حضراتكم هذا الموضوع ان انت لازم تقعد تفكر الاول قبل ما تتكلم في اي حاجه طبعا. لازم تقعد طبعا. تفكر فانا فكرت طب الله هو لو جمهور النادي الاهلي ده زي ما بيتقال كذا من بعض من قله قليله طبعا. يعني لكن زي ما دول بيقولوا هو جمهور الاهلي لو كده ما هو كان بقى طلع في مسك في احمد الاحمر ده بقى عمل فيه بقى يعني اللي ما يعمل ولكن للاسف بالنسبه للاخرين يعني ان لا ده الجمهور حيا واحترم وسقف وقال ان انا اللي عندي اخطاء كلاعبين في النادي الاهلي وانا اللي اتغلبت ولكن وهو ده اللي كسبني فانا راجل محترم وبالتالي بسقف له وشكرا. هو ده الاخلاق والمبادئ اللي حضرتك النقطه اللي اتكلمت عليها على فكره برضو يا كابتن اذاك محمود الفتره الاخيره اللي فيه هجوم شديد على النادي الاهلي انا شايف ان جمهور الاهلي بيتصرف بعقلانيه شديده لانه جمهور الاهلي معلوم حجمه قد ايه يعني لو عايز يرد هيرد رد قاسي ولكن انا شايف ان جمهور الاهلي مستوعب جدا قصه ان الاهلي نادي بطولات ومش مشكله ان تضيع منك بطوله في سبعه يعني حاجه غريبه جدا ايوه يعني ما جداً ده انا بقول لك ده دليل برضو على وعي جماهير الاهلي يا كابتن اسلام القصة مش قصة ان انا طب انا ممكن الجمهور لو احنا بنرجع لنقطة البداية محمود صبري نرجع لنقطة البداية هيطلع يخلص عليه دلوقتي البطولة قيمتها ان هي متاخدة من الاهلي دي النقطة يعني مش قصة يعني ان الاهلي غاب عنها دي النقطة اللي هم يعني الاخرين بيدوروا عليها اللي هي نقطة ان انا اخدت من البطولة كان كابتن الاهلي يعني يا سيدي ما تتاخد واحده لكن مع ان دي رياضه في الملعب يعني لما هي في نقط يا استاذ سامي انت لازم وانت بتشوف المشهد تتفرج عليه يعني يا اخي مثلا الناس في اسماعيليه هاديه جدا لما ايهاب جلال راح بيراميدز وفخر الدين بن يوسف راح بيراميدز ومش عارف مين راح بيراميدز فتلقى الدنيا ايه عادي لكن اول ما الاهلي مثلا يجي يتعاقد مع لاعب بطريقه مباشره تتقلب الدنيا وخدنا الفريق اللي وديناه وبتنسى الطرف الثاني زي هي اللقطه دي بالظبط انت خد اللقطه دي وقومها كمشهد لازم تحزن على حال بامانه شديده انا كنت اتوقع من الاداره في نادي الزمالك انها تاخد موقف مثلا من موقف اللعيبه بتاع امام عاشور واللي عملوا فوت اللبس اصل حاطين كاميرات اصله من حق يعني من حقهم يشتموا يعني انت بتشتمني في بيتي وانا ما كلمتكش وانت بعد ما شتمت صورت نفسك وطلعت الفيديوهات على الهواء ايه دخل الاهلي في الموضوع انا بسالك سؤال بس انت دلوقتي كسبت البطوله ما ذنب دخل الاهلي معاك انت عاوز يعني انت عاوز توصل الامور لايه انك انت بطل المشهد قدام الناس أعلى. حدش لا في لقطه اتحاد الكوره اتحاد الكوره يعني. فيها من الاسرار ومن الحكايات اللي محدش قادر يقولها وكله عمال خايف يقرب من الموضوع وفي الاخر يقول لك اصل انا قلت له انك انت اهلاوي وصفك ليه انه اهلاوي تتهمه كانه متحيز مع ان انا اقول لك ان ده انت زملكاوي لا يا حبيبي يعني انت متحيز وبتشكك فيه امر غريب جدا ايه دخل الاهلي وبتحاول تحط البدل غير انك تحط الاهلي في الطريق غير انك انت بتحاول تدور على بطوله مصطنعه عن بعد المجانين بيك بعد الناس اللي شايفين بطولتك فانك انت بتحاول تتناوند الاهلي انت النهارده بكره بعده ماشي محدش يفتكرك محدش يتذكرك يقول لك تاريخك فين مش موجود الامر في غايه الخطوره ان المفروض الادارات تبقى عندها يد بتضرب يد من حديد يا جماعه لانه اذا لم يتلقى اللاعبين الخارجين عن النص اداره قويه وترس يعني يكون هدفها الحفاظ على الاخلاق مش هتعود الرياضه وكره القدم في مصر بدليل انه منظومه كره اليد مختلف ازاي وضع عامل مساعد غير كده الامر صعب جدا للاسف انا كلمني الاستاذ محمد الامين بعد المباراه السوبر انا الحقيقه هنيته وباركت له على الشكل العام للتنظيم ولكذا ولكذا هو كان بيكلمنا يهنينا يعني على اللي حصل والتصوير والشكل واللي حصل يومها تغطية وبالتغطيه ولكن انا بقول لحضرتك ناس محترفه ناس عارفه هي واحد اثنين ثلاثه انا هعمل كذا كذا الكاميرات مكانها معروف فين هنعمل كذا محطوط هنا كذا الناس اللي موجوده في ورقه ابعتها لي لو سمحت قول لي في واحد اثنين ثلاثه حاجه
بصراحه في منتهى الانتظام. ما كابتن بقى هنا روح بقى خمس شارع الجبلايه وروح مبنى اتحاد كره اليد حيث الفخامه في خمس شارع الجبلايه والناس هناك في مجمع الاتحادات، لكنهم يديروا ولو من اوضه وصاله تمام، يديروا منظومه، هناك مراقبه للمباريات طبعا، هناك مراقبه لما بعد المباريات بكاميرات الملعب بالمناسبه، هناك تجديد على العقوبات، والكل يعلم جيدا كيفيه مواجهه الخروج عن النص مش مع الحكم، مع الراجل اللي بينزل عشان يلحق لو في عرق. يبقى الناس حتى سيستم، الناس اللي بتدير لعبه كره اليد تمنى نشوف ده، لكن في ناس ثانيه مش حاطه سيستم. وبالمناسبه اهلاوي، بالمناسبه الشتم ويقول ده ما تقليش الا اهلاوي، عموما السنه اللي فاتت حد بيتكلم في التليفون مع اللي جابه فيقول له ايه اهدى عشان تروح برنامج، فتقول ايه الدنيا مش كده قوي وحاجات. لا لا عموما ده كان السنه اللي فاتت، لكن اتمنى ان ده ما يحصلش السنه اللي جايه، وان ما يتم تطبيقه من اي خروج عن النص لو النادي الاهلي حد عنده، انا بقول اهو ومن داخل شاشه قناه النادي الاهلي، واعتقد ان حضراتكم معايا في هذا الامر، لو حد خرج عن النص من داخل النادي الاهلي في الفرقه او كذا او كذا او كذا بيتوقع عليه عقوبه، واول واحد يتوقع عليه عقوبه. بس لو سمحت، بس لو سمحت، لو وقعت عقوبه، لو وقعت عقوبه على لاعب النادي الاهلي وحد تاني عملها، من فضلك وقع عليه العقوبه. وده دايما اللي احنا اتعلمناه في النادي. كابتن للاهلي ثوابت يا كابتن، للاهلي ثوابت في ان تسبق عقوبته عقوبه المنظومه في العاب كثيره. لسه قايلين احمد رشدي عشان الاهلي نفسه، ايمن رشدي، لسه قايلين حسام حسن بجلاله قدره، ليه ابراهيم حسن في 97 في المغرب، ابراهيم حسن في ماتش يعني حاجات كتير. شوف انت الواقعه دي، يعني دي المفروض خطصه بمين؟ اتحاد الكوره لم ينتظر الراحل الكابتن صالح سليم. يعني مش عايزين بقى لا انا بوريك، لا يعني بوريك المنظومه، لا انت منظومه واضحه بتحافظ على جزئيه اللي هي بتضايق الناس، لما تقول له مبادئ يقعد ايه يبص لي، عارف انت ايه؟ عارف انت مبادئ، عارف المبادئ يعني ما تعرفش تعمل ايه؟ قال له بتغيظك؟ بتغيظ مش عارف، ما عندوش. حتى النجوم يا صبري نفسهم اول ما بيطبق بيستووا فورا، ولا حد فيهم بيعترض ولا بيزعل ولا بيغضب، خلاص لانه ناديه عوده على ذلك. هو شايف المنظومه كده طول الوقت، هيخرج عنها ازاي؟ لكن انا بقول لكم جمهور الاهلي جمهور واعي، جمهور يعي حاله الشارع المصري، وعارف ان هناك من يلعب لعبه خطره على هذا الوطن معروف، دي صناعه امن قومي وصناعه بهجه. جمهور الاهلي واعي قوي، ودي حاجه مفرحاني جدا انه مش رايح السكه دي في بلد عنوانه مصر الجديده بيبني وارتفع في كل حاجه. جمهور الاهلي ده رهانه عشان يكشف اللي بيحاولوا يلقوا عليه تبعيات لا يمكن تعدي جنب سور النادي الاهلي ب 10,000 كيلومتر، مش ب 100 متر حتى. عموما كلام محترم جدا، هنكمل هذا الكلام ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايز اقول لحضراتكم ان مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش بيطلب اقامه لقاء ودي بالمحليين يوم 2 اكتوبر القادم استعدادا لمواجهه ليبيا في تصفيات المونديال، ودي النقطه الثانيه اللي انا كنت هاخد حضراتكم فيها. رأي حضرتك أولا في اختيار كارلوس كيروش كمديرا فنيا لمنتخب الوطن. أول حاجة، أول ميزة في اختيار الراجل ده إن هو أولا السي في بتاعه إلى حد كبير ممتاز، يعني مش هقدر أقول لأنه مش هناخد آخر لقطة له، لا بس قياسا على نجوم مصر إلى حد كبير قوي، ده أعلى سي في. ما أنا بقول لك يعني السي في بتاعه عالي، باستثناء حاجة وحيدة خسائر، مش عايزين نتائج، مش عايزين نتائج. لا ليه الكولومبيا الاخيره اللي هي المباراه بتاع كولومبيا اللي هي 6-1، لكن التور بتاعه كبير قوي. لا ماشي، لا هو اي حاجه ثانيه غير 6-1، يعني اي حاجه ثانيه بادئ من 8 من 89 7-1 لا بلا 5-1 بداياته كويسه قوي في التدريب. بس 6-1 دي فعلا كان ماتش صعب عليه جدا. طب ما طبعا طبعا ده صعب عليا انا، يعني انا قاعد بتفرج. لا كان ماتش صعب، وهو راجل الحقيقه ما اعرفش، عايز اعرف وجهه نظركم. لا لا هو طبعا هو اختيار موفق جدا. وانا شايف كمان من ضمن المميزات بتاع الاختيار ده انه قضى على الافتكاسات اللي كنا بدانا نسمعها. بدانا بقى نخش تاني في الدايره القديمه، طب فلان وعلان وترتان، وهنبتدي لدرجه ان كمان ابتدينا نفكر نستدعي الذكريات، وهنجيب ناس من
من سنين مضت. كابتن حسن بصراحة، لا كابتن حسن شحاتة، أنا رأيي أنا الشخصي هو الراجل ده مش هيحقق الأمانة. هم اللي كلموه طيب يعمل ايه؟ قالوا له مصر يا أستاذ جمال، ما حاجة برضه. أنا بكلمك يعني أنا لو انا بيوخر، انا معايا حضرتك انا بقى عشان ندي الراجل حقه على راي اسلام. كان كابتن حسن في حته ثانيه. لا لا بصراحه ما ينفعش يعني، مش هو عمل مثلا مكالمتين ثلاثه كلموه فعلا والحق مصر يا حسن. بس انا بقول كويس قوي ان هم غيروا طبعا رأيهم. طبعا ليه؟ لان انا ما كنتش اتمنى ان كابتن حسن شحاته بتاريخه لا ما يبقاش عرضه صح، ما يبقاش طبعا يرجع صح تاني للظروف. لا وهو كمحب زي ما حضرتك بتقول بالزبط. هو كمحب البلد وكراجل عمل انجازات كبيره جدا، فمش هيقدر يقول لا. عمل اقصى نتيجه ممكن اي مدرب يحققها صح، ثلاث بطولات متتاليه باقتدار لعبا واداء وكاس قارات باقتدار برضو شارك فيها وعمل ماتشين كويسين، ماتشات كويسه جدا. فانا بشوف انه الفرصة متاحة أمام هذا المدرب اللي يعني أحلى حاجة في عقده برضو إنه هو ينتهي بنهاية التأهل إلى كأس العالم أو لا، عشان يبقى اتحاد الكرة سواء ده أو اللي جاي حر في اتخاذ الخطوة اللي بعد كده. أوكي. يعني إن العقد يعتبر مفسوخ تلقائيا إذا لم يقود المنتخب. أنا مش معك فيه بصراحة. ماشي، ما ده رأيي أنا. ده عامل زي حوان البنج، إنك تجيب بيج نيم عشان يلعب ماتشين ويروح او يكمل. ماشي، ده رايي انا اللي هو المتواضع، ان هو ده بيديك فرصه ها اذا ما وفقش في التاهل لكاس العالم ان انت ما تضطرش ان انت تكمل معاه اربع سنين، ما يمكن يكون عندك مدرب اخر. على الرغم من اللي انا عارفه ويعني من حد مسؤول مهم في الاتحاد المصري لكره القدم سنتين قال لك عايزين سنتين. نعمل معاه مشروع طويل الاجل. ما هو مشروع طويل الاجل بناء على ايه؟ ما انت بناء على السيره الذاتيه ان هو مدرب كويس وان هم جايبين مجموعه يعني محترمه جدا زي المجموعه اللي قبله. انا رايي من ناحيه ان كابتن اللي معاه لا رايي يا كابتن اسلام، انت مفيش مانع، انت جايب الراجل ده في مهمه محدده الان، يعني انت دلوقتي مش بتفكر في بناء مستقبل الكره المصريه. لا انا سمعت غير كده. ايه بقى؟ ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، ان انا سمعت ان هو جاي لمشروع طويل الامد، بمعنى ان هو فنجادة. كسب ما كسبش مع فنجاده. مع فنجاده يتم تهديد برضه كواليس، يتم عمل افتح قوس كده. افتح قوس كده يا ريس. التوجه هو دويت عاوز ينزل دلوقتي بمعدل ايه الاعمار، فحطت عينه وارتكازاته على لعيبه المنتخب زي مثلا ايه ارميله حاجه النهارده وقول له دلوقتي معانا مصطفى محمد والله عمل حركه كده انت يا راجل، انا ماليش دعوه صح تحطوا لنا في الشرف عليه. خدوا قرارات، خدوا انتوا قرار. عندكم قرارات لو في قرارات خدوا قرارات اقول لك انا شايف كواليس، لكن ده يسمى يطلق عليه مدرب ايه؟ مدرب الظروف الصعبه. أوكي. يعني انت ايه ماشي كده في اتجاه وفرقك دي واحده لك ايه؟ طب اقول لك ايه، ما في جمال الزهيري بس خلي بالك لعبوها صح يعني اتلعبت حلو. ما انا بكلمك ما في جمال الزهيري يا عم، ده خلاص عنده مشكله وماشي وده ينفع معايا. قالوا تعالى انا بتاع له خلاص هتجرب منتخب برضه منتخب مصر برضه تاريخ وافريقيا وسيدنا تعالى يا عم خلاص اختار الجهاز المعاون، جهاز المعاون موفق ناس متفاهمين، كابتن مال جمعه، كابتن دياز السيد، عصام الحضري، محمد شوقي والراجل جايب برضه معاه ناس برضه شغاله الكلام ده. مدرب محتاج ايه بقى؟ أيوة. محتاج انت انك انت يعني تديله المساعدات انك انت توقف لعيبه المنتخب على رجليهم، يعني ما تقولوش انت هتلعب مباراتين ليبيا دول ومباراتين الفاصلتين في مشوار كاس العالم. ما انا هاجي لك بس انا هاجي لك انا هاجي لك انا عايز اسمع منك بس مباراتين الفاصلتين في المشوار مباراه ليبيا الذهاب والاياب اذا عديتهم ان شاء الله خلاص بالسلام. على فكره منتخب ليبيا منتخب واقف على رجليه وعنده مدرب وعنده روح معنويه مرتفعه لاعب كده شراسه قويه جدا، محتاج بقى شغل كبير جدا اذا ينجح في مهمته الحاليه. هيقول لك مش بتاعتي، هيقول لك مش بتاعتي. انا بقالي خلينا واقعيين. لا انا بتكلم على ما انا بقول لحضرتك اهو. لا رد فعل الشارع، انا اقول لك حقيقه الشارع هيبقى متقبل انه يستمر لكاس العالم اللي بعدها مثلا لوضع خطه طويله الاجل. لو الاعلام هي الموضوع هو في اولا ما هو الاعلام احيانا بيعجز امام سوشيال ميديا والجمهور دلوقتي. يعني هي المهم سكورش اللي جاي الفتره قصيره قوي دي لازم نحط جنبها بلس كده مهمه اللاعبين المنتخب انفسهم، يعني لازم يتحملوا مسؤوليه اكبر من لان في ظرف عادي زي استاذ محمود عندنا ماتشين بتوع ليبيا دول عنق زجاجه. اوكي.
يعني يعني لازم نتكلم اول في الماتشين والست نقط بتوع الماتش دول وبعدين نتكلم بعد كده يعني ايه مصير الراجل ده مستمر ولا مش مستمر. انا ما انا بقول لازم انا مع حضرتك ده اللي بقصده لحضرتك انا الاخبار اللي عندي ما هو اكيد حضراتكم أيوة أيوة هو طبعا ان هو موضوع طويل الامد بحيث ان هو كسب طبيعي كسب او اتغلب هو مكمل كلامك طبيعي مزبوط. يعني عندك ليبيا ماتشين في اكتوبر عندنا الجابون وانجولا في نوفمبر وعندك كاس العرب في ديسمبر وكاس امم افريقيا كاس امم افريقيا يعني انت في ظرف 3 4 شهور داخل في مع معاد عديده يعني لو لا قدر الله حصل حاجه في ماتش الناس كاس يعني العرب لو عمل حاجه تغيير الجهاز في بشكل متكرر ده مش مصلحه المنتخب خالص فانا بقول ان لعيبه بغض النظر عن الكواليس او اسرار التعاقد مع كيروش فلما طبعا اللعيبه متحمله قدر اكبر من المسؤوليه في هذه المرحله بالذات لانهم ما ادوناش وانا بقول بصوره واضحه كده ما ادوناش اللي يقنعنا في الماتشين اللي فاتوا لازم ربما في حاله اجهاد اكيد يعني لكن طبعا صعوبه المهمه وكبر الحجم الحلم ان احنا نبقى في مونديال القادم ان شاء الله في قطر 22 هنفضل لازم لا مش حلم المونديال لا مش كبير قوي مش كبير بس احنا احنا بنسميه حلم طيب. لان طبعا هو حلم ليهم هم اولا طبعا هو بيسجل في تاريخهم لان هم راحوا روسيا ورجعوا يعني مزعلنا جدا بالظبط يعني. فلازم نفس الجيل لازم يصحح مسيرته ومش يجيب ورا اكثر ونفشل في التأهل فدي مسألة مهمة جدا انا بقول اذا كان كروش والناس اللي معاه عليهم 40% فلعبتنا عليهم 60% في هذه المهمة خاصة في المرحلة الأولى اللي هي ماتش ليبيا عشان نقدر نخش يعني بصدر مرفوع وقوة كده وثقة فيما هو آتي زي ما حضرتك قلت بطولة كأس العرب وبطولة أمم أفريقيا لازم ننافس على اللقب ونتذكر إن احنا في 2019 منتخبنا ده فشل في المنافسة أو خرج من الدور الأول لازم نتذكر الآلام دي في أمم أفريقيا الدور الثاني لازم نتذكر الآلام دي وتكون يعني علامة واحنا بنشتغل في الفترة الجاية من لعيبة وكروش نفسه اللي هو طبعا محتاج مساندة الجهاز المعاون بشدة يعني أسرار كروش خلينا نروح لأستاذ كروش شكرا. أولا من نوعية المدربين اللي هم يعني توب ليفل يعني مش هيجي على ماتشين اللي يقول كده لو جدع يطلع الورق اتحاد الكرة اللي أعلم ما أنا جاي لحضرتك والله طبعا بقى. لا أنا مش أعلم كده أنا مش بقول توقع احنا عايزينه بقى أنا بقول أحد أنا جاي لحضرتك التعاقد يا بيبا يطلعوا العقد طيب هو احنا قصر يعني هو ده عقد مثلا بتاع أرض يتامى يطلعوه يوروا لنا انه العقد ارض يتامى ولا انا جاي لحضرتك اهو العقد المتعارف العقد اللي الراجل جه من اجله ما هواش ماتشين ولا شهرين سنتين ضمنها انه المنتخب الاولمبي لما حكاه لابويا الحاج فنجاده وانه فنجاده بيعمل دراسه علشان المسابقات اللي تحت ويبقى عندنا حاجه في ال 20 لغايه 23 زي اوروبا وانه جاي مصر اللي حلمها تغير شكل الكورة مش بس الوصول لأمم أفريقيا مش معنى سنتين أنا جاي ليه مش أربعة أنا جاي لحضرتك ما هو السنتين التانيين دول لاحقين بيجيبوا لحقين. السنتين بيجيبوا السنتين اللي بعدهم لأنه ما هوش مدرب يعني يعني خالي شغل عشان يوافق الشريحة دي مش كده ثانيا قرأ على فنجادة بعض الحاجات أو عارف أنت زي الأفلام كنا قال له لهم يا فنجادة اللي هو إيه ولا ينفع تقولوا لي فيه نجم سوبر ولا ينفع تقولوا لي فيه مدير فريق يتكلم معايا انا في مراكز ما اعرفهاش وش كده تصادم انا جاي لحضرتك اهو انا جاي لحضرتك اهو وش كده ومفيش حاجه اسمها مدير الفريق كل الناس تحت مظله الكوتش المدير الفني طبيعي جدا اي نجم هيسال عن اسمه قبل ما يقراه هو اوت المنتخب مش اوت التشكيل انا بقول لحضرتك مجموعه شروط انتظر لما فنجان رد عليه بالليل تمام وبالتالي الرجل قادم لتجربه هم الاخوه هم قاعدين بالليل الساعه 1:30 كده سموها مشابهه لتجربه ايران حين ذهب الى ايران خلص على 3/4 العتاوله 8 سنين في ايران
وداهم كاس العالم مرتين منهم مره باداء واهداف، خلص على العتاوله واللمضه وبتوع دوري ايه والكلام ده كل دول مع السلامه، وانشا جيل بمساعدين تحت ومساعدين معاه. اول ما ابو طلال الحاج فنجاده ضمن له هذا التعاقد وقع اونلاين. يعني المعلومه اللي انا بقولها مش موجوده؟ لا. طيب انا متاكد، يعني اقول لك يا رب نتغلب عشان تشوف صح ولا غلط. انا هقول لك لا 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 انت بتقول الكواليس، لا لا انا بقول لا انا بقول اللي اعلن من جانب اتحاد الكوره ويسال في هذا لا انا ولا حضرتك ولا اي حد. ما انا معاك ان اللي اعلن، انا قلت اللي اعلن انه سيكون هذا التعاقد. الحاجات بتيجي بالتدريج يا استاذ جمال، فشويه اقول لك ايه ما تدهم يعني من المعلقه واحده. انا بعلق على معلومه، مش بعلق مش وجهه نظر، معلومه. أوكي. طبعا المعلومه، لا المعلومه اللي جات لي انا وجات لنا كلنا اللي هي ايه، مش اللي هي اللي جاي لو ما وصلناش يروح. طبعا لا مش صحيح، انا بقول لك ما اعلنوه مش صحيح، لكنهم اعلنوه. انت صادق وانا جالي نفس حلو الكلام. جدا ما انا بعلق. ما انا بقول لحضرتك اللي انا عرفته، انا مع حضرتك في خلطه بين المعلومه والتسريبه. ايه بقى يعني هل هي معلومه ولا تسريب؟ انا مش معلومة. لا هو اتحاد الكره ما هو المفروض هو بيتعاقد كل معلومه في صوره التسريب عشان نشوف الدنيا فيها ايه. طبعا المفروض ان هو بيعلن التعاقد ومده العقد ما لهاش. لو هو قال كده، لولا انه ده كلام محترم من مدير فني كلنا نبقى سعداء انه يبقى موجود الحقيقه، لو قلت لك يوم لشروطه بقى بلغه الصحافه الساخنه يعني. لكن هو مش بيوم لشروطه، هو بيقول ده الطبيعي، ده الطبيعي الطبيعي في الليفل بتاعه. اللي بيقول لي فنجاده اقول لهم يا فنجاده انت احنا عارفين بعضينا، اقول لهم انا بشتغل ازاي عشان ما فيش بقى واحد يقول له ده مشرف المنتخب. مره زمان كان في مشرف للمنتخب كرول قال له اوت والناس دي منتخب لهم ده. طب ما اصحاب بعد اربع اشهر راحوا عند الكبابجي وراحوا شمال ويمين وبتاع. اتمنى يكون ده كلام مظبوط. في ناس جايه يعني، واعتقد ان ده يا سبحان الله رغم ان اللي جابه جايبه عشان تهدئه الراي العام، لكن سبحان الله قد يكون ات عشان الدوله تلاقي موديل حقيقي لاداره كرويه صحيحه. لكن المشروع ده ما يكتملش الا اذا كان فنجاده هينسلخ عن اللي جابوه ويشتغل تحت زي ما الراجل عايز، ان يبقى عنده اللي هم اندر 17 واندر 20 ومنتخب اولمبي. غير كده باي باي كامبورو. طيب هنكمل كلامنا في هذا النطاق وفي هذا الامر، هنتكلم عن بقيه الجهاز الفني، كابتن وائل جمعه، كابتن عصام الحضري، كابتن محمد شوقي، كابتن ضياء السيد، ولكن نعرف طبعا وجهه نظر اساتذتنا، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اختيار وائل جمعه، اختيار كابتن وائل جمعه طبعا، كابتن ضياء السيد، كابتن وائل جمعه كمدير المنتخب، كابتن ضياء السيد مدرب عام، كابتن محمد شوقي مدرب مساعد، كابتن عصام الحضري مدربا لحراس المرمى. ايه رايك في هذه الاختيارات يا استاذ؟ انا شايف ان هو جهاز يعني اللي هم المحليين او المصريين جهاز محترم. كابتن ضياء عنده خبرات كبيره واشتغل مع برادلي مدير مدرب عام برضو، وكان له يعني خبرات معينه سواء على مستوى الانديه او المنتخبات. بالنسبه لمحمد شوقي كان مدرب مع كابتن شوقي غريب، فعنده فكره طبعا قويه جدا، كان ملتزم الحقيقه وعن المنتخب الاولمبي. وبما ان هيتم عمليه تحديث او احلال وتجديد، فهيبقى دوره مهم قوي في انه ينقل الصورة الخاصة باللعيبة بتوع المنتخب الأولمبي للجهاز الجديد وكيروش. وجهة نظر هايلة. هايلة على فكرة. يعني اختياره موفق جدا. ربط بين المنتخبين. بالظبط. طبعا كابتن ده اللي دعم كابتن ضياء على فكرة. نعم. وده اللي دعم كابتن ضياء انه اشتغل مع مجموعة برضه من اللي هم أكبر من الأولمبي ده شوية، تشتغل معاهم برضه جيل صلاح يعني. وكابتن وائل جمعة طبعا راجل انا بحب دايما الشخصيه منتزل. اللي بتشتغل اللي بيشتغل في الكوره مش مجرد ان هو واحد بيجري ولعيب فنيا بس، لا دماغ حتى وهو بيلعب. راجل عنده فكر وعنده دماغ معينه، على الرغم من الحقيقه بركات برضو كان مادي دور رائع في الفتره. لا طبعا بدون مقارنه، لانه يعني هو اصل بركات في الاخر مدير المنتخب دوره ايه بالكوره. لا برضه لا، والفكره ان بركات قد يكون في فتره معينه كان مطلوب في الجهاز ده، انما اتغير الجهاز كله، فتم بالتالي
تغيير كابتن بركات. انما وائل جمعه عنده خبرات، انا بقول مش لازم انها تبقى فنيه، بالعكس انا بقول المينتاليتي او العقليه بتاعته يعني ملم بحاجات كتير، اشتغل برضو في التحليل في بي ان سبورت، ويعني دماغه متابع حاجات كتيرة جدا من خلال وجوده. عصام الحضري طبعا يعني طبعا هو عصام اصل معتزل وهو عنده 500 سنة اصلا يعني فطبيعي لو اتأخرنا عليه شوية مش هيلحق يبقى مدرب لكن هيرجع يلعب. فطبعا بنبارك له جدا وان شاء الله تبقى خطوة جيد موفقة يعني بالنسبة له. استاذ محمود، لا هو اختيار موفق بالنسبة لعناصر الجهاز اللي معاه. طبعا كابتن وائل عنده خبرة بشكل عن النهائي رغم انه يعني لم تكتمل لظروف معينة، لكن وائل من الشخصيات المحبوبة على فكرة. لا ودوره مع المنتخب خلال سنوات طويلة جدا كان له طبعا كلاعب وكنجم لا شك، ما حدش يختلف على شخصيته، كمان بإضافة لإجابته للغة برضو دي هتساعده كتير جدا انها تقرب المسافات معاه. طبعا كابتن دياز السيد يمكن يمتلك علاقه جيده مع محمد صلاح، فدي من الحاجات الاساسيات اللي هتحل الكثير من المشاكل. استاذ عصام قال لك ان هو ما خلاص مفيش حاجه اسمها ما انا واخد بالي، بس برضو انا واخد بالي في الجزئيه دي، لكن برضو هيقول له برضو فلان برضو طلعت محمود صبري عشان صاحبي فلاعبه. لا مش لا مش قصدي كده يعني، انا قصدي على التواصل يعني قصدي على التواصل والعلاقه ووصال الرسائل للمدير الفني، لان انت الراجل المعاون للراجل الاول بيبقى دوره انه يلم حواليه لو اي حاجه لو سؤال تفاهم. بس الناس ده محمود اخرتها بس يفيله الناس بس ولا خلاص ماشي خلاص ما هو صاحب القرار هو صاحب القرار، لكن ضياء عنده خبرات طبعا طبعا اعتقد طبعاً انه عنده فرصه كمان مع بيب رادلي كانت يمكن لم يحرف من التوفيق الوصول لكاس العالم. بس 6-1 برضه بنت الجنيه برضه مش مشكله مش عايزين نفتكر لا بس هي برضه لما هي لما احيانا بس حلوه محمد شوقي مشروع لا برضه في استاد الاهلي حلوه في استوديو الاهلي حلو. محمد شوقي مشروع مدرب فاهم خططي كويس جدا. لا ما اتكلمتش فكره الربط لا كلمت قلت فكره الربط فكره عنده يعني عنده حاجه هيقولها يعني. يمكن شوقي غريب قدم اثنين خدهم بدهم الصوره وائل رياض ومحمد شوقي من الحاجات اللي هيكون لهم مستقبل في التدريب ان شاء الله. الحضري بقى مش محتاج ان احنا نتكلم عنه، احنا قلنا ان الخبرات دي كلها وتواجده وشخصيته ان هو بقى عامل ينقل بقى الكلام ده لحراس المرمى. اعتقد كلهم اللي هينضموا للمنتخب يبقى عندهم رغبه يشوف الحضري هيعمل ايه. عامل دراسات اكيد طبعا لسه جاي من فرنسا عامل كمان بتاع الاتحاد الاسيوي. الحضري من النوعيات اللي انت عارفها يعني تصميم التدريب الاخلاص في العمل لاخر وقت. فاعتقد ان شاء الله باذن الله تعالى اتمنى لهم التوفيق، اتمنى لاعبتنا ان هم يعرفوا قيمه منتخب بلدهم لما عندهم فرصه يروحوا كاس عالم 2022. المشوار قريب مش بعيد، تاهل وتصدر انتزاع البطاقه امر مش مستحيل باخلاص بجهد بعمل، لانه عندنا المرحله الثانيه هي الاصعب مش مرحله لما يبقى عندك مشكله نعدي بس ليبيا وبعد كده نشوف الثاني بعد كده تبقى صعبه جدا يعني. فاعتقد انه مزيد من التركيز والاخلاص تعمل اعتقد ان شاء الله نروح اول مجموعه باذن الله. استاذ سامي ايوه انا من البدايه خالص لما شفت الجهاز معاون يعني سعدت جدا بوجود كابتن دياز السيد بشكل خاص يعني. انا اعرفه شخصيا جدا وعارف انه عنده شخصيه قويه وفهم كويس قوي النواحي الخططيه وعلم التدريب، فيعني ده وجوده مكسب كبير جدا لمنتخب مصر لانه هيقدر يوصل الرساله الصادقه لكروش كمدير فني. وطبعا يعني معاه كابتن شوقي زي ما اتفقنا مع استاذ جمال ان هو ربط مع هايل فكره مع دي فكره يعني اعتقد ان ده تغيير في التغير في التفكير اهم حاجه يعني. انا اذا كنت بدور على سنتين جايين يبقى لازم اشتغل مع الجيل اللي تحت يعني بالظبط كده. فبالتالي يعني وجود شوقي مهم جدا. اما كابتن عصام الحضري طبعا يعني اتمنى انه ما يسيطرش على حراس المرمى ويطلب اللي هو اللي يلعب عشان ياخد ماتشات زياده. طبعا عصام الحضري خبراته عظيمه جدا وهيفيد كل حراسنا. يبقى كابتن وائل جمعه يعني عقليه اداريه من الدرجه الاولى يعني هو اختار الفيلد المناسب له من البدايه كاداري وتحليل، فطبعا وعنده قدر عالي جدا من الثقافه الرياضيه والكرويه،
فطبعا انا شايف ان بالذات وائل جمعه هيكون عليه عبء كبير جدا في يعني انه يحرك ال ما لدى اللاعبين من حماسه واستهداف كمان قبل بس الفتره الجايه يعني. وقبل ما ننسى قصه لان محمد بركات الحقيقه عمل شغل هايل جدا في الفتره ما قبل بتاع لانه حتى في الفتره الاخيره دي كان في شويه مشاكل كتيره بتحصل بس هي بتيجي بقى الصراحه كان بيسهر عليها ليل نهار بركات يعني كان واقف. لا المشكله في انا بتكلم المعسكر الاخير في سفريه الجابون الجابون كان في مشاكل كتيره حصلت وكان لوجود بركات الحقيقه يعني دور في حلها يعني نعم دور يعني دور ان هو وقف على ده وقف الموضوع على حاجات في حاجات يعني هي الجو العام مش كويس حاجات في الزعيق وحاجات في المشاكل فعموما اعتقد ان ده حاجه كويسه يعني لعل اللعيبه تساعد نفسيها كمان وتساعد الجهاز الفتره اللي جايه. انا مصر على ان دور اللاعبين في الفتره الجايه اهم واقوى طيب. من الجهاز الفني اخيرا انا عايز سؤال بس كواليس بقى وائل جمعه وشوقي و كواليسهم هم كواليس اختيارهم يعني لا اختيارهم جه اولا الراجل كان جاي كموفلاش يعني ايه الدنيا حوالينا مولعه فعايزين نعمل ايه فهوب الكابتن حسن شحاته يهدي الشارع يوم هوب نقول ايهاب ولا حسام حسن نهدي الشارع ساعتين هوب عم فنجاده طب نتصرف نروح فين نيجي منين هو اشتغل مع الراجل ده قبل كده مستشار فني وحاجات كده هوب قالك نكلم الراجل طب الراجل ده ما وركش تبهاته الاتصالات حصلت بين مجال تمام عرفنا الراجل الباقي بقى الباقي بقى تم اختيارهم على الاساس ده اولا وائل ليه واحده عند مجاهد وبريده خدوا الانتخابات معاهم وضحوا لم ينجح عشيه الانتخابات قدامنا ايضا عليه عادي جدا وبالتالي كان حق اصيل خاصه مع استبعاد بركات اللا معقول يعني خاصه ما كانش فيه منافسه يعني ما كانش بيتقال بركات ووائل راجل وائل مستقر حتى المكان اعتذر للناس والناس بالزبط. كانوا اكرم بكثير من جماعتنا وقالوا له طبعا ده منتخب شقيق لازم تروح لكنه ما كانش في منافسه فما انه كده طب ما نجيب الراجل اللي كنا عملنا معاه الحركه البراوليه دي ضيا لان ضيا قريب من جيل زي ما قلت لحضرتك اغلبه هيبقى مع الراجل وفكره انه حد فعلا بقى بجد مش يعرف يكلم صلاح صلاح مش اجنبي يعني حد قريب من الجيل بتاع صلاح يعني وهو مدرب محمد صلاح ينقل الراجل بسرعه طبيعه اللعيبه لان الراجل قال ان كل اللي عايزه فايلنج بس اول ما يوصل للاعبين دول ومعاه مساعدين شوقي عن خلفيه عمله مع شوقي غريب لانه كان حد جدا وكان صاحب راي بالمناسبه في جهاز شوقي غريب وشوقي غريب كان ساعات بيزعل منه وطبعا كانت بتوصل للقيادات وحاجات كده في فكره مين يلعب وجبنا ده ليه وسيبنا ده ليه يعني شغال على نفسه وفير للامانه يعني عصام العضر يعني اتقال اذا ما خدش فرصته زي ما الرجاله بتقول دلوقتي ياخدها امتى غير كده قال لك اصلا لو يعني لو استخدم ما تدرب لما يبقى عنده يعني لو استخدم ما تدرب عليه مع مدربين وحكى للاجوان وبتاع الفتنس شغله ما يعمل اجوان قد الدنيا فكان اختياره عشان ياخد فرصته اذا هي اختيارات منطقيه يعني اقصد ان هي اختيارات كلها في الصالح العام للمنتخب بس كانت للتهدئه لكن سبحان الله البلد دي دايما اي حد بيحاول يعمل معاه حركه نص كم بتقلب لصالحنا وبالتالي الكيموفلاش هيقلب جد واوعدك والاهم انه انا بقى عندي حاله سعاده بكروش ليه بقى لانه جانا مدير فني مش هيمشي ساكت يا استاذ اسلام يعني ايه بقى في كل الاحوال قالوا استاذ اسلام يعني اذا حد عشان يبقى كلام رسمي يعني اذا حدث شيئا ما هيعمل مؤتمر صحفي اذا لم يكن هنا فهناك ويقول لقد غادرته لان محمود صبري وجمال الزهير اللي عمله مع ايران اللي رمى على طول وعايزين يمشونا عشان واحد اتنين عملوا كذا وماذا وباعوا كور واشتروا فلنات وقالوا لي مالكش دعوه بده وشوف ده وبلاها سوسو خد لولو مش انا سعيد قوي بالقصه دي هذا الرجل ما عندوش رهانات غير على كده ولا امشي يا عم الحاج ولا هنشوفك فتره تانية ولا هنكلم حد يجيبك نادي ولا حبايبنا الدوحه هيجيبوك ولا حبايبنا في الامارات هيشوفوا السي في بتاعك وانت جيت مصر مش هيلعب الالعاب دي خالص ما عندوش لا كيك على العالي ولا كيك على الواطي حلو بس وده ما تستحقه مصر الكرويه اذا بقى ابويا الحاج فنجاده بحجم هذا يعني اليقين والثقه اللي حدث معاه ولاحظه واشتغل بجد هو عنده تجارب في
القطاعات دي وتوضيب اتحادات في آخر فترة، ووضب الاتحاد بما يرضي ضميره، واشتغل على الأعمار روافد المنتخب الذي نأمل فيه اللي هو تحجيم السن. سواء قال لي الخبر كويس الحقيقة، اللي هو عايز يلعب بالمحليين مباراة يوم 2 أكتوبر استعدادا لمباراة. ده طلب الراجل، ده طلب الراجل، طلب الراجل. أعتقد إن ده طلب يعني جيد. ما هي دي دي اللي بقول لحضرتك الحاجات اللي طلب يشوفها. كله بيطالب بكده يعني، على فكرة يعني هم المحليين كله معظمهم منتخب مصر. عشان يقارن اللي هيوصل له، اللي هيوصل له كابتن على الأرض يعني، هيقارن يشوف بعينيه ويشوف الناس وهي بتلعب، حتى لو اي فرقه مش فارقه معاه. ده اللي احنا كنا بنطالب بيه كابتن حسام البدري، ايوه، انه في الفترات اللي انت مش هتقدر تجيب فيها المحترفين العب بالمحليين، ان شاء الله تعمل تقسيم. بص شوفهم مع بعض. حاجه اخيره يعني اسلام يقدر يعني يوضحها ربما للجمهور اكتر مننا، هو فني اكتر. النزا مش هيلعب بايمن اشرف عشان بيعرف يبقى سرد باك ثالث، اي باك ليفت هيلاقيه هيبقى باك ليفت. يعني ده ميزه الشريحه دي، ان هو هيشوف باك ليفت كويس هيلعبه، مش هيلعب فين ولا مش هيلعب بالفندر عشان بيعرف يبقى سيرد باك بس، ايه ممكن يبقى يديها واحده على طول. لا عايز بقى تفندر، يبقى تفندر بيروح يمين وشمال وبيشوط وبيبط، يعني هيختار الافضل من وجهه نظره وخلاص، بعيدا عن اي هو استاذ حسام قصده، بعيدا عن اي ولا محاذير، وهيبقى في ريسك وهيبقى في كوره حلوه يا سيدي. هنتغلب حتى نبقى راضيين، مش هنتغلب واحنا قاعدين بنلعب. احنا غلبنا، احنا راضيين والنبي. لو النبي خليه يعني على المرحله دي يا جماعه، يعني زينا زي منتخبات العالم بتفوز يا عم، احنا بنكسب واحنا عمالين ندي بعض بالونات، وصل يا رب يا ساتر يا راجل. ايه ده يا جماعه؟ ده عدي بس من ده، معدي ان شاء الله ربنا يكرمنا. انا بقول لك في ماتش ليبيا ان شاء الله يعني افضل، مش تقليلا من حد. انت عندك كره لو احسنت ادارتها يا عم، في ايه يا عم؟ الاداره دي مغيبه كلها عشان البيزنس ده رايح لناس. انا نهرج اداره ايه اللي مغيبه؟ اداره الكوره المصريه. لا ما يعني طبعا كل واحد ولا عايز مسؤوليتي الشخصيه، وانا موجود وهم موجودين، ومن يشكك في كلامي بعد اختيار الناس بتتكلم. الاختيار ده الاختيار الفني، انا بتكلم عن اداره مصر تستحقها. مصر تحتاج اتحاد محترف، مصر تحتاج روابط انديه محترفه. بدأوا يعملوا روابط انديه. لا ما فيش رابطه يبعتوا للفاكسات، لا في رابطه دي بتيجي، يجي الاتحاد الاول بلايحه زي كل العالم، فتيجي رابطه محترفه كل طيب. واحد ياخد فلوس قد كده. حضرنا بقى الاسبوع الجاي عشان نتكلم فيها دي، نقعد كل مره نقولها، يقول لك اصل استدعوا الرابطه ونلاقي في الاخر الحاج محمود الشامي والحاج لا لا بعدين ده هنتكلم فيها دي عشان مش عايز يعني. عايز اعرف ولا اقصده، ده صديقي بالعكس راجل مجتهد. انا اقصد انه دايما نقول دول رجالتنا. لا مش هينفع دول يجوا برده لكن ما يجوش محترفين. بالظبط. عموما هنشوف هذا الامر، واتكلمنا في كل الامور الخاصه بمنتخبنا الوطني. يا رب التوفيق ان شاء الله في المباريات القادمه، ومنتخب كبير زي ما قلت قبل كده، منتخب مصر منتخب كبير يستحق اسم كبير، وبالفعل معانا اسم كبير كارلوس كيروش ومجموعه هايله جدا من الاجهزه المعاونه، سواء كابتن وائل جمعه او كابتن ضياء السيد او كابتن محمد شاوي او كابتن عصام الحضري. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. شرفتنا يا استاذ جمال، شرفتنا يا استاذ محمود، شرفتنا يا استاذ سامي، شرفتنا يا استاذ عصام. ربط لنا موضوع الرابطه ده مع بعض، ممكن نتكلم فيه حتى هتكون انتهت الحلقه الجايه. هتبقى ممكن الحلقه اللي جايه، الحلقه اللي جايه تكون انتهت. هجيب لك كيف يكون هناك التحدي عشان نتكلم فيها جميعا، ونبقى برضو بس الناس تبقى وان اللائحه تظبط. ممكن تكون خلصت بس مش مهمه، هو زي ما قلت لك احنا هنقول النموذج العالمي اللي هو اللائحه اصلا بتاع الاتحاد، اللي هي مش يقولوا كلام وبعدين يقول لك الناس قاعدين الجمعيه البند الاول موافقين موافقه، مفيش كده، في لوائح تترجم فقط. عموما هنتكلم اكتر على موضوع الرابطه ده خلال الاسبوع القادم او البعد القادم ان شاء الله، ونقول لحضراتكم وتبقوا حضراتكم عارفين يعني ايه رابطه الانديه المحترفه، وكيف تدير الاتحادات في العالم كله، او كيف تدار الاتحادات في العالم كله من خلال رابطه الانديه كره القدم، كيف تدار من خلال رابطه الانديه المحترفه في كل بلاد العالم. عموما دي كانت حلقتنا النهارده، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم بكره وحلقه جديده من البيت الكبير. انتظرونا غدا زي ما حضراتكم عارفين، بكره الاثنين احنا بنبدا الساعه 11 كالعاده يعني، لان بيبقى قبلنا في ملك وكتابه في من الساعه 9 للساعه 11. بعد ملك وكتابه هكون مع حضراتكم على الهواء مباشره، وعندي حلقه هامه جدا مع احد النجوم الكبار ايضا والمدير الفني الكبير والرائع الحقيقه كابتن علاء نبيل، هيكون معايا على الهواء مباشره، هنتكلم في امور كثيره جدا جدا بكره ان شاء الله. اشوف حضراتكم على خير.